بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أدي إله إن وفجيو وحمانت ماشا نوغو بلابن دون كتاب لما يعبحي الواضح في أصول الفقه فنك أو كتاب كان أو دراسين ينا وفن لكم مقعب أصول الفقه علوم طوالة كالقيبية علوم نوع علوم أساسية أوقفك أنو كمار من تفسيرك حديثك يوحي لمتك أها علومنا وعلوم آلية وعلوم تأن دراسين تفسيرك أي حديثك وأتكانسا إنو قفك سيدي مركا لربهن أقوله فأفهمه إلا إنو مفاتيح لن وتفره الله تلقى العلوم تأن لغو فهمه حيابها لربهن وحكم كتابك إلهي سنة رسولك عليه الصلاة والسلام لغو فهمه نحوه صرفه بلاغه فقه أصول فقه أصول الفقه كم يجي علوم المسلمين تأدي أدوهر مرين ما أنت وحياة فرضا قوانين وضعية خاصة كم فرنسيسكا الكوسة ليسين ما شيء كلاس ولا حبهان ما شيء واحد بدن كقاتين وحلاط يريا فقه يدرك المسلمين تأي أصول الفقه خاصة فقه المالكية كتاب المركة وحامس الجارة مقدارنا وكتاب آدياد سهلا فهو كاسمه سير الشيخ وقومك عبا الواضح كي عبا أي كتاب توعدها محال كتبت أصول الفقه أو تورسبرودنسي مركا أولا باتيد مشكلة كتبت قفت سوى جهي سوحا كمدا ويكؤت كانسا قف وقت جنجوغا أنا صبرا بلاغذي إي منطقي إي فلسفذي إي علم الكلام كي إي دودي إي سردنت علمضا يسوع إلى فنون جارة يوبها أنت يسوع عن صوب بلن ويكون أرشد كتب توين إنه أقرسته فدرت الحركة سهداد أقرديت كتب إليها الإمام الغزالي كتب إليهم معركتي رجي ووينا السكي كتب إليهم وكتب يعني واحد كفاه ميسو إسكيرته شيخا جزاه الله خيرا وإسكدي وأن المعاصر هذا الجوج كويت كنور وإسكدي إنه كقرة لقاء آدية سهلا إيو طريقة آدية دو قف كفهمسين كرتا أسود وين كرتا إسوا كده يرانا وح كستو عادي أدو أضج ولذلك عبارات كقرة وعبارات كعادية وأنا سله قف كست عربي إيه وجب حسين حتى هدو كل يسكت إنه ضل مرة وأنا أريد اللي يبقى هين تانا هذا إيمانين حلقة هذا سواء قرد درس ولا قرن دانو سوي كوس سهل ناتو هنا بمعنى سهل المرك أقول له الحكره كتابك مرت أدب أسهل هاي بل وح حتى أقول تلاج لسي قفك معلومات كي أسو دراسي هراء أسو مرتسي أي معلومات كي راسخ النقطة أسو ناتو راسخ النقطة سؤالون يرير وآدي أدوان أكسن أي شيخ بمعنى راعي درس والبابا أي مناقشة إذا أي سيد اللغة جواب لها مركا كا أرنتا واحد لحي الرتام حي كتاب كان أي صوت عن أدارنا سهلنا انتيسة يرى بإذن الله أن سلا يهدي وقت بضان لسي وأركيسا نحوه كالوقت يسوى وسكيري هاي لكن كتاب كان وقت يسوى شوري هاي هديان سنراها مثلا انه وقت السؤال جرى نوعا ما ان لسي بدن دون وبدن تاي كتابكم وحكوح بعد توفيق الله ان الادي ادو اقربت اوكي درس والبول وشو عشتنا فايد وسلابين الله فان كان مكة وبحينا اصول الفقه يوم حاتاي بدنا وحالا شو خلدا الفقه وقار اصول الفقه وقار وفنون تبضنا بين تلامذة العلم وطلاب العلم أرضاد علمي قبرت آدي أفنون تآدي أضطك الزاهدين وقريهن أن الرادين بكجر أفنك كان ومع ذلك حيوة فربنا بكو كلبحة مارك إلي آياد إنا تراهد آياد نوحان كلبح بحنا حكم سيدا صور كلا حكم كان أرنت أبو فإلينا ووح يعني لو جارك وأصول فقه هدي إلى سبحانه وتعالى كوافجي شيخ مارك أصول فقه يسوك وصول ومالك الآن كل آدين أنفلوك سينيا أمثلة ذا تسالوين كأوبحي أيوه كله حبك سنولجينا أنو داي هذا الكيسي كدمنا وحي مركا فالك بحينا هاي نظم بيس إن شاء الله سبحانه وتعالى مقدمات أمو مقدمات بحديه لهيد هرولع أرض أو شيخ مركا أسمي كتابك
ayaan marka ka bilaabanayna at-ta'rif bi usuli aw bi ilmi usul al-fiqh wa halaqihaya ilmiga la magac baxay ilmi usul al-fiqh marka la qeexayo maxaa loola qasdayaa ama maxaa loola jeedaa sheekhu wuxuu yiri ilmu usul al-fiqh usul al-fiqh ilmigiisu هو مجموعة القواعد العامة وقواعد جودهانات أوليسكو كاني التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية لا استعماله سي لا غلص ونحبحه أحكامتي شرعي أهيد فرعي أهيد من أدلتها التفصيلية أدلّة مركا لكلا دقي نصوص مركا يحبار سنتها ولنضرب لذلك أمثلة أرن كانت تسألوين أم أيال نقوله كوح وقوت المامة إن يجرى وحلقوا مقعبة قواعد وحاجرة فقه يوحاجرة قاعدة فقهية يوحاجرة أصول فقه مركو حير إن يجرى قواعد وقوت المامة قواعد أنت لا استعمالها وحال لا استعمالها إن الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية ومحي وآيات إحاديث وحي حنبار سنايين أيها لغرس ودح بحيئة لأذيك سنايا مركة مثلا مثال هاني ساقي هذا كسيني وحي ليه مثال هان إلهي سبحانه وتعالى سو قرآن كوبن إن أقيموا صلاة وآتوا الزكاة صلاة دانا أوغا زكاة دانا بحي أقيموا صلاة وآتوا الزكاة أدلة تفصيلية لغو مقعبة لأن آيات أم حديث أيها لغو مقعبة أدلة تفصيلية دليل كان تفصيلي وحنا كلا دحبحنا حكم شرعي وحنا تسيني حكم كشرعي محوية مركي إله ويري سراد أوغا زكادنا قتو بحية مركي يري حكم كشرعي ماشي كصاب حوامحة إنا سراد أي واجب أيتا إنا زكادو أي واجب أيتا وحكم كشرعي صاب حي إذن مركا هب كان وقفا إذي سنة مركا بري قد اللو قفا إذي سوامحة إلان إله مركي يري أقيم الصلاة أمر بو بحية تاسو أمر لغة العربية أمركم حكم كتسية أمركم حكم كتسية إنه واجب يعني ما يش أمركم حان كلام بحنا صلاة أول كذا إنه واجبته ذكذا قلت إله سبحانه وتعالى بحية أما هبك إله سبحانه وتعالى وش يا جوام حي وآت الزكاة سؤال دليل تفصيلي صوما ودليل تفصيلي دليل كات تفصيلي جا صوما بحين أمر وأمر أمر هدو ماشي يعني حكم وجيا واجب شيء هدو واجب ونقضنا قفك هدو كتجوا الوعي قابع marka waxaan aad arkayso waa logic aqli uu ku dhisayaa waxbuu soo daraan dirinaya hadda salaad oo kale iyo marka aad ka hadasho waxyaabaha aan iska naqaan waa inay waajib tahay zakada inay waajib tahay marka wuxuu rabaa inuu tusaale kaaga dhigo ee tusaalooyinka sida sahlan ama madaxaaga oran dhiibo macnaa ku isaga jiray hore aad u taqiin ilaa waxa iman karta awaamir kale waxyaabo ka waweyn ba iman kara midala waxa laga yaabaa inaan mamad qaartii aan isweydiin su'aalo fara badan culimada inay yiraahdaan waxaan ma banaanta ilaa samay masmuuxa ma banaan مبنانتا ماشي ان خمرضا لغا شقي انا لغا شقين مبنانتا قفك انو تاكسي كحي انا نو كحين مبنانتا ان بسان لو سمي سؤالات كل مركز لسو يديني وان لسو دران ديني اول يراد هرت شيغا نحوي هاي دل كي تسيلا كسو ارار وامحي امر ميا ماشي سو ارار مثل منهي با سو ارار مثل كرهي سو ارارت تن هدين نقود حكم كدلاني وامحي حكم كهدي ما دس دي جوابتي سو نقودت جوابتي مركز تمرك لكيني وعو مركة ما هوح بين عشية وضحاها قفك بيحمده سأوسي أم دوخي سأوسي إنه صوته ريماها لكن يوحو سوى دران ديرينيها ومركة وحشية ومعرفة شيء لوجيك صومري منطق صومري عقل صومري كدبا لسوى دران ديرينيها لكن مرة دوحة لقد دقائق وانت ودليل دليل تفصيلي مركة المقشيد أما آيات أما با وحديث مركة وحو ليه قال الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى في القرآن كأكيري وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صلاة دنا أوجا زكاة دنا بحية سورة البقرة آية دنا الكوجستا آية أفرتني سدحات هذا كان هذا أم أقرني دليل وتسمى ودليل وعدين تفصيلي أكل بحسن هذا في إلهي اسكم اجروا يستفاد منه وحال لقفة إذي سنية حكم بل لقفة إذي سنية حكم كاس شرعي شرعي حكم كاس فرعي فرعي حكم مركز اللي يري إلهي بقى حكم كبحين كرا شرعي مركز اللي يري ماشا وحاكو بحكي وضعي اها قوانين تأي بن آدم كي دجنين فرعي مركز اللي يروحا ماشا إن حكم كان سيسان أسو متحنين لصور لم بشي با ماشا لقى قاضنا وهو
وجوب إقامة الصلاة تاسونا وحوي صلاة إني واجب أيتها أوجتان كذا إيا وجوب إيتاء الزكاة إذا كذا إن لبحيا إني واجبتها. مرقول الله يا شيخ إن طريق استفادة الحكم الأولي حبك اللو قفى إذا استحكم ككوات من الدليل التفصيلي هي دليل كتفصيلي حقا وقال سبحانه وحيته هكذا في الصوصة هذا مركو أكبر يا سلا هذا إنا نرى هو واجب سيدان آيات داس وقال صلى الله عليه وسلم زكذا إنا نرى هو واجب سيدان وقال صلى الله عليه وسلم آيات دي ماشي علماء أصوى ومريم ومركع الدين إلا حاجر آيات فربضان بأجر قرآنك إلا آيات فربضان بوحياء بضان بوناشيك مثلا هل شيء كسو قرآنك لو شيء مواجب عن لان إلا هدي واجب لي راه ذو أقفك أكتغو عقابة ماشي إيمانية مركع آيات فربضان أو ماشي كسو أرارة إيا جرى مركو كليه قاربا للي هو واجب كوا للي هو سنة كوا للي هي هداد optional أما سامي أما هسامين كوا للنوافيش يسوقن سامك أكلا سارنا سده قاركود نوجر سينينا وواجب obligatory أو هدي لقيت تجن عقاب ويمانه كونا على النواح مشكلة لما لها حب كيبو مركا كبرا يا مركو عليها أقيم الصلاة وهردقي مع ما يشكو قرن أمر وأمر خاص سودك نمبر لبو سودك نمبر لبو عيلة مركا والأمر قاعدة واتنا والأمر أمر هدي لبحينا يقتضي الوجوب وحكينا إن واجبه أمر هدي لبحي واجبه كان قفب الله هذا الشيء أمر كسيدي سبا أمر إيه دعاء وإسكسو هرجيدان أمر وحكي ماذا ميل سر ميل حسن ودعا بريضنا ميل حسن كتكتا ميل سر أهدا إلهي وحونا فرعي وأمر محايل إلهي بك أرهوك إيماني أنه نوس وجهين أنه مركا إلهي وحوي ديسين أنه يا إلهي وحس مسيح معنية ما أمر ما هو بريض ميل حسن كسوا بحذا بريضي ميل سر أسعطاو إلهي سبحانه وتعالى لكن إلهي مركو إلهي وحس مايل أما أما هي أما وحس مايل معنية ما إلهي بريض ما لولا حالوان وحي قول على هب بمعنى وصيغة دي أمر كاهد مركو حالي الأمر بهدو ماشي ماذا واجب تلماما إذن إقامة الصلاة واجب صلاة أولا تكذاي وواجب حقا سمركي سبو حري مركو أمحي أمر والباء سو أرورة اللقظة كسو أرورة وواجب إلا إنو جرو قرينو circumstance حالة كويعدة كالليحدة كالضبطة أو تراها كانوا أمر كي واجب تتسيني معها أمر كي واجب تتسيني معها مثلا ما مقالك سوح بائماني هدنا وحليها ما يتنوحا إذ وقتيكي هورا ما يا نسك لا سو أرورة لما نس مركي سلوك الدو أنا ما رح أصدرن وعليه ما يكن ساس ولا جيدا كان ساس ولا جيدا نص مر كان له وتكس كقرآن كأي حديث كان ولا جيدا وللحكم الثاني حكم كلامنا آت الزكاة وأمر زكاة بحية أمر كمان تنا سو سو برنا نسوا ما نحوا مر كان سو سو فهمين أمر حبك الله دي سو نعم إيش كسر بحمرك والأمر يقتضي الوجوب أمركم حو كان واجب إذن إيتاء الزكاة واجب زكاة ولا بحي مركة واجب فقولنا مركة ويلي شيخ هذا مركة الربعين وكتصو هذا الكلام ما أنت لسؤال دران ديريني ويسكد دي إنو كوسو دوي ماشا أصول فقه وكجب بيغانيا وليوحا نكجلنا هاتك اللي يقيح وحلقا كتبتك تكال إنكو قاصدان من أدلة التفسيري هذا كان ماشا وكدا مال لكن شيخ محو الربع أوقي هاي إن الأرضي بالله وآتهاي كتاب كانوا كون مقعودتك بالله وقعه فان كان آن أبح سنين وهذا كهر أن ولقد أن أركين بوقو ترجل مركو قرب الشيء إنه سي سهلا معركة بروسيس أه لوجيك أه عقليا إنه مركو قرب سعوده مركو زعير فقولنا أراه ذينا أه أقيموا الصلاة أن لنا صلاة هل أمر ما شك إستاه وأمر وآدوا الزكاة لليها أمر أمر أن لنا إن أمر يهسينكو أغانا مرك إن أقيموا الصلاة أمر إيتهي وآتوا الزكاة إني أمر تسلمك أغان وعليه هذا أرنك كان أو سيدانا يفهم وحال لغا فهما من اللغة اللغة العربية قدسينيس وليس من علم أصول الفقه علم أصول الفقه لغا ما فهمه أمر كواجب وتسيا أمر كان لا إنها علم أصول الفقه الشقاق كما لها وحال لغا فهما يا محاي اللغة دي لغا فهما قفضة وحال تروحان إيه كان المير بالله هذا شرح حاتري سوح حاضري وحان بيهان إيه كان أمرك لغد عقل وحوكسينا يا إنها دانو بيها أنو كينين المهل لها اللي سينا تقراعي سيد أما الفكع أما كحناقي سوحون مارك عقل يوحا كتسينا يا لغدي أما قولنا أبو الشيخ وراهد أن نرى أن لا أنها والأمر أمر هدو ماشي ماذا مارك ورى لغد أنكسر بالله نصر أمه ماشي وحفامي سمارك مارك أصفان كان برانيس اللغة كهريس فانك كان مارك برانيس محا كهريس فارتو لغدي سوفان
لغدا ما قولك سوسة ما مرك أصول فقه وإيمان كر مرجو حير. أما قولنا والأمر يقتضي الوجوب قاعدة أمر كستوب واجب كان قاعدة سداس وكلا فهذه تنو قاعدة وقاعدة عامة إجودهانات لا بد منها لجمان مارمو لفهم الحكم شحكم كله يفهمه قاعدة ومهم مركب حنوضع أن مركب قاعدوين تربضين عن حفظنا قواعد تربضا والأمر يقتضي الوجوب هدو النهي ماشي ويما يقتضي التحريم حرام مكينيا هدي بنعم مندوب ويما وشيء كسنة قواعد سياسة وكلاء يا جبتو دوش أن لقى قبطوا بها مركب حليه. بل إن فهم الحكم ينبني عليها حكم فهم كيسو يدو كد للسنية أو يتفرع عنها أما يدو كسو لنبالماء وكسو بحا ويتفرع عنها وحا كسو لحبحا قاعدنا يدا مسائل كثيرة مسائل آدياد تربضا جدا آدياد تربضا وردت فيها أي كسو أراتي أوامر شرعية أوامر فربضنا شرعية في أبواب العبادات ويكسو أراتي صلاة صنكي زكري وغيرها وحلم بذلك وهي لذلك سادرتين قاعدة وقاعدة وأه من قواعد علم أصول الفقه أكمل قواعد علم أصول الفقه ومسألة وأنا مسألة من مسائله قواعد أصول الفقه أكمل لغدي بانو فحن كردي قلنا جد مر لغدي مر كان سوفا من كدي محمد سوق قلنا قاعدة الأمر يقتضي الوجوب محمد نقطة مر كقاعدة أصولية بين نقطة قاعدة أصولية سؤال بالجويدين مر كتعرين تاس حكم كيد وامح مر كتعرين تاس واجب محمد أمر بايمد إلا هذا أمر أبهين أمر كواجبنه تسيا إلا إن وحديد الله هذا وإذا ما أتمرك مركة فتوضو سيسهلا بين مركة أصاب بحيثة ما دام قاعدة الرعادة مركة عليها هذا نويبو سيوة دا. أما نتيجة هذا الاستدلال أما وضرت أو دليلك كانوا تسمضتانو إعدين تتانو إيكو سينيسو نتيجة صاب بحدي أتان لغا قاتل محيطة نتيجة مركة أن رادينين إلا وحن صومرنا صوما أنت صومر بن صومرنا نتيجة رادين هذا النتيجة اللي فائدة ملها لغة دي بن صومرنا أصول فقه بن صومر وين النتيجة لنا نتيجة المركب حيثها هي وجوب إقامة الصلاة الصلاة إن واجب تهيبة ما شاء الله يقعدنا مركة تنحكم كعبنا مركب وجوب إقامة الصلاة وحنكم كعبنا فهي قاعدة فقهية فرعية وقاعدة فقه لو نسبي أو اسمك أنا قاعدة فرعية لكن أصل أنا نهائي لأن وحيها أصل كوالي قناع الأدلة التفصيلية من أصول الأدلة التفصيلية هران أنا أصول شيء لأنها في مسألة فرعية خاصة محايا الوحي كسو أراتي مسألة فرعية هو قارة وليست من علم الأصول في شيء علم الأصول كما لي كجدفتنا ما لها بل من علم الفقه لكن وفقه مركة وحال هرمان اللغة دي وحلو سوي حجي علم أصول الفقه وحلو حجي فقهي مثلا أي شيء سوقه قد واسو الزكاة كلي سوقه وحان رادين واسو الزكاة أمر بصور وان إعرابنا وحان واسو وفعل أمر الزكاة ومفعول كي مخاطب وواضع ماشي كدرته والجمع واسوال دمات جملة دي أن أكور قلني بنكستان وكفيرين وحان أغاني جملة دي محاي إن أمر أي وضط أمر مركو ماشي صبح إنه أمر أياني وحان كو أغاني اللغة دي وانكو أغاني إلا لغة سنة أكو أغاني إلا أمر كان فعلك مركو اللعو ودليل على الطالب وياي مبنى النقطة إلا إن اتصل به ضمير جمع يوحي لم إذا مويانا ورت أمر قان حسنا كدبا في قدوم حنري أمر هدو مركا ماشي ماذا سيدا لقوي قان في خطاب الشارع وجوب وتسامح مركا أن بروسس كلا علم أصول الفقه علم أصول الفقه سوى ماشي سوى مستعنا كدبا حنري صلاة إن لتكلاي وواجب وحن قلنا فقه مركا أدقري أبو شجاعة أما منهاك أدقري أما مغنية أدقري أما زاد المستقنع أدقري أما أي كتاب فقه علماء الوحيلة ويجب على المرء وحاك واجب إنه صار إساس سمعه ويجوز له حقبنا مركا إليهين ونتيجة دي أنا ما أنت أنا مسوون ونتيجة وبرودكشن أو مدرسة سعودي أو لغة دي على صامر علم أصول فقه على صامر حصيلة دي أنت لسكسو دوي لسكسو هجاجري أو دو دوبان وقنان أو نحركي حنبارتن بها هالمركا أنت اللي قاجري مركا مركا علم أصول الفقه علم فقه يا هرية مركة أصول الفقه يا صهرية محاك إيه مركة علم الفقه وكذب مركة علماء بدن علم الفقه وذات كله دراسية صارت اللي هو دراسية ومش بيحي الضوضوم وقفوا حرر إنه يفهمون كلية لكن هذا درست هذه إن علم الفقه أفهمت علم أصول الفقه وكهرية بل جملة حتى قه أصول الفقه فقه بيس كيسو فقه وح كذب الإسناول
فقه إلا كلجي اسمك مسو تاجنان كرا كلجينا مال مسو استاي كرا إلا إن أصول أولية وأصول كد التاجنا حلقود الإسلام مركو أصول العنصرية طوقة أبقى أنت مركو يريك الدب وشيخ هذا نوحيلي. وهكذا يكون من علم أصول الفقه أيضا القواعد التالية سيدابا مركو علم أصول الفقه وحكمذا قواعدا صوصعات حتى مركو كادا دعي الشيخ جزاه الله خير وانا بروسس آدي الأسه لن وقفت آدي أسه دوي أيوحك ليها وحكسين دور قاعدة سيئة بمعنى هذا لقب الله بعد براحتك أسه ميسيب وحكسين دور قاعدة هذا القاعدون سوسي محايا هذا الأمر يقتضي الوجوب دوش على قاعدة أخوانا دولي قد ماها كتاب إني سجيها لأنا وامت قاعدة لقاعدة كلية النهي يقتضي التحريم ديد من هديت ماذا محاكدة لنا يا حرام إنيت مثلا إله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا وحنوبة هنا قاعدة هذا إنا المرمى ولا تقربوا الزنا صامدهم لا هدي ماشي اتماد ماشي محاكا قادانا اللقاء هان نهي وحبال الدين صامة نهي هدي ماذا محا ماشي كصواب بحايا التحريم قاعدة الأصول كان أبا هانا كدي قاعدة الثقية أصول قد محا ماشي صواب ماني الزنا حرام واتا مكاف كل أصول داران ديري ماشي كتب هذا لو يحكي له هذا النمبر لغو السنة الفعلية سنة فعلية يا رسولك عليه الصلاة والسلام أوسم حجة على العباد بحجة كتب والاسكدونية مركا مثلا مثلا عن نوع من دونتا مركا عن هراء مباحث السنة أنو جارنا أو حكى هلا مثلا رسولك عليه السلام مركو فعل أسمي فل مركو أسمي إي مركي أوراه أي كسر فشو لبدو ذو حكم كأي كلا نقانا يعني مثلا هدو يرى وحن هلا سمي إي مركا وح مركو أسمي فرق مياه ودحي طبعا يا الهر مري يا الهر مري ما أرنك له لكن السنة الفعلية لفتر كذا وحي كم يتهد إلا حديث مركا لقي حي محل دي يجري وح رسولك عليه السلام كسر نادي من قول وفعلا أو تقرير ما هي مكتوبة مكتوبة حجة على العباد بمعنى حجة كتها الضوء ماذا رسول كاسمي وأنا سمي نور الإجماع السكوتي لا يحتج به إجماع وحلقوا مجا عبا جره ودينت وحي تكوى بنتا مركا وحل الشيقي أما آيدي أما حديثك أو ماليال أما إجماعي أما قياس وأفرت الركني أو كتابك لنبؤك لسارسار الدونه مدل من أنتود الإستاقي دونه إجماع على لجيدا وحي أمضوا إسكوا فقضي لقب الله بوقت رسولك عليه الصلاة والسلام إلا وقت بمعنى ومحن نص قيحا وسوتا قلني ماشي مجره وأما آيات هالنقضة أما حديث هالنقضة لكن لما هي أن العلماء كم إذا وشيقي أرنت أرنت سهر جيدا لذلك ما بقى في مسألة هذه المركة اللي قال لي قد بيسي كيسكي إنا يقبروا إنتي سوء استاكتو ضمر صلاة يكبر حضاء إمام النقضته طبعا قرآن كذا أقرأ واحد جديد لم يهلا سنة واحد جديد لكن محلها يا إجماع الأمة وإلا ما هي في التاريخ إجماع الأمة إن ناقو إن تيسو استقطت صلاة كبيح إجماع الأمة وحكسو هرجي ذوي إجماع مرك دين تو كم جاه قفك مرك أرنتا أنت إسكان ده صارو يرى هذا ويبنانته قفك سويح ليمت وح أمضنا لأن ولي إسكو سوا وافق صناعي أو دين أو سستي دين تكمل مرك بربورية مرك خلق الإجماع وتنيع علماء يرى هذا إجماع مرك كهار إيمانها مرك إجماع ما حد مرك سكوتية سكوت واحد على جماعة حدن قيلها إجماع كلا دون ماشي ديننا مجلين لكن قاعدة كلية ما حكوا فيها يحل لا يحتج به لمسه دليشان هدوء سكوت أوي هاي سكوت هدوء يا مديدا على جاب إنه ماشي جروي هذا الله كلي يكيم نمر أربعة محي الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء هدي دينته أي كفرته وحن جد وقت جد قضي أدم حكليه أدوا على شيء وقت يس إنك كسميس هذا مثلا عصر وقت عصر بالجوجا دتك يعني عصر كتكذي دتك تكذي وقت جن هذا الجوجا وأدب دتك صلاة مركي كتك جدا بكلي ماذا وقت المغرب كعصر كتكن دونه وحلقوا مجابة قبل مجابة مرك شارع مركو كيرا صلاة تكو وقت جد كتكو وأمر بالأداء لكن ما شكد على ما يسئن لقو فرائن لإنا يقليدي ما شكد على ما يسئن إلا أن أدوهن واشي ووقتك كتك قضوهن وأرن كلا نصوص كلا إيمال كلا كفاري كرتمو يانا تي مركا مسو قليسا ما شا وأنا نوع إيمان دون توحى مانع كحرا قواعيدا نودان ها إسكو مهولين يمحاير إذا ضدورن بكسي إذا فافاسن بما شا نوع إيمان دون بإذن الله إنت مركا صباح كدل مركا سيدة با وعيدا هان إن قفك إنتانو مال آنو دقن وإنو حار حارتو هرتا ماشي أصول الفقه وحلقة دور علمي بكل دجن فقه إن هذا ما أنتوا إسرائيل كان درسنا هذا نوكل سعره في الفقه نماشى سلية علم أصول الفقه نماشى هذا نوع حاجة علم أصول الدين وعقيدة دي هذا نوع حاجة علم القواعد الفقهية أرتوا إنه كده لأنه كنمي لكن وحنا لأقوان سجارة ماشى في جسور رادي مركو أي ماشي حارتسي ماشي ودجو أحرين وإذا كده حيادي علم أصول الفقه بروسس كيو صامرة مركو علم أصول الفقه
وعلم أصول الدين. لبدا علم حكليين علم أصول الفقه وعلم أصول الدين. درجة عادة العلماء علماء عدد وحي كد رسته أن يطلقوا عبارة علم أصول الدين إني كشيغان عبارة أوراه علم أصول الدين عدد وحي كد رسته إني كشيغان وكما عابان على علم العقائد حدي لبرنا علم العقائد أديانتي فرق ذي وحا الله وحي مركا لحي توحيدك علم الكلام كي وحا الله وحي مركا لحي رب حكومة عام علم أصول الدين ولا كلية أصول الدين وحا الله يري أرمها هاسي هولها سمركا عادي أدوغ هولانته وهي أقائداس علمي قاس لقاها اللي أصول الإيمان أصول الإيمان الستة وما ألحق بها شقل كسيف عنو برارو هدان قود عسانين مركي وهرك شقله وهي أصول الإيمان الستة وانا إيمانك أساس الذي سأه لحذا وأركان المتكوضة أركان الإيمان كيو الإيمان بالله ملائكته وكتبه وحا الله وحي الله حري روه وما ألحق بها إيوحا الهليش السيئي أدب مكا لغا كان وهي علم أصول الدين كان لغا هلينا شيء وأرنو آخر أكلو غير علم أصول الفقه أنا نهين أصول الفقه ما أصول الدين مركان مقشيد ماذا حاجة هستين أم أصول الفقه لو لم يجيده. وقد يعبرون عن النوعين بمصطلح الأصلين بل وحب الغيابة إن العلماء كعبران لبضى النوع مركا يكهلا إن يرى الأصلين كتبت قد تيد مكاد أقريب تنوح كبرا يا أربي حنتا سيئات بمعنى أكرا لقريق لها أربي حنتا أربي حنتا قاركود كتبت كسا أرار مثلا وحلقا نقول كما ورد في الأصلين أصلين كاسماها كي الكتاب والسنة الأصلاني مركو قريب حول أجيدا علم أصول الفقه والحفظ المام إي علمي أصول الدين لبدو الحلقة ما مقر كي لقى عبر بعلم الأصلين مركو كل شيء آخر مركا تنو كاعلي وحوك العلم أصول الدين مركا المقش علم أصول الفقه هكو خلدنو علم أصول الدين عقائدي الإيمان بالله معرفة ملائكتي وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إلا ما قرنكت الإيمان بالله مركي لقاره وحلقها لوحى لوحي أسماء توحيدي وحى لوحي سوق له تي ملائكة وكلا فرق ذا اللنطي وملائكة وحكال أفهمها سوق له قدرتي مركي لقارة قدرية دي يوحي أدن بسوق له فرق ذي أدن وماشا ضادة كلية أي رنتي أي دحتال مركا لبدو الفرق لأول حيوان ولبدو الفرق وين بقى مركا أول حيوان ولذلك هذا واحد أركي ساقل ليها أن ذات كان حتى له كليات كان عالية عالمية الدون كلا ديقوا كلا قيت أصول الدين كأرتس كي سوهز جليان وأرتس بيكون مقعبان أصول الفقه لوغي سوهز جليان قيب أرتس كم يدين كسوتا هدانا لوغي سي قاري بمعنى أشيغان مركا أصول الفقه لفت الكود يقو إليهن يقو عدها وحكم مقعبان جوريس برودنس على قوم مقعبان وانا اسكميت كي شيء سلسل جلي هدانا وحو جير هدانا الفرق مركا لو هدانا خوصو حلينا مركا أروح يدودوب بها إسوما هدو كلا ديديا وحو لي الفرق بين علم أصول الفقه وعلم علم الفقه كلا دونان شها أود حياة علم أصول الفقه علم الفقه محوها إيضا قيحان واتن علم الفقه صومها هو العلم وأقالك بالأحكام اللي أقاده ولا برته علم جوه لحري لأحكامته أحكامتي الشرعية شرعية أحكام مركي لي راب ماشي وحاكو بحبها عن حكم هاي الشرعية مركي لي راب ماشي وحاكو بحبها عن شرعية هاي شرعي وحانا نهي وحي بني آدم كيمل الفرعية فرعي أدناء المتعلقة لحريرته بأفعال العباد أدوما ذا فللك وذا مكا لحريرته أدوما ذا فللك وذا وانت مكا في عباداته عبادة ذا صلاة سيد لو تكني لو سومي لو زكيني ومعاملاتهم إيا معاملة ذا سيد قف دين وقاضنا ربادي يوحي لحرير يوحي لمذا وعلاقاتهم الأسرية إحريرك وذا قويسيت قوركي يوحي لحرير فرينكي وجناياتهم مركي ماشا ويماذا دل يجعنك قوين وحا اعتماد قطفك حد قد قف ماك وحقوصا ما يوكلا اي والعلاقات بين المسلمين بعضهم وبعض اي حرية ذكر بحياة مسلمين تنحذوا ذا سيئسوا حريرين اي وبينهم وبين غيرهم مسلمين تأذكك لمسلمين تأنا هاين سيد الله وضع تعامل لها معاهدة محال ولا جيدة معركتي محال ولا جيدة معركتي تعايش محال ولا جيدة جزية محال احكام تصويح لمد في السلم مركة نبض بجره إيوة الحرب المركز دجال لوجره إيوة غير ذلك أرين أنت أنت وحلي هالمالة إيه مركز سوق اللي كره مركز علم أصول الفقه وكان دينك ولا علم فقهي وكل هي وحكت ولذلك كتاب كسر فقهي ألو مالك الأدم تكون داله كتب فقهي محاكم بالله طهارة الله طهارة المركز إذا ما تمحاك فيها صلاة صون
الصوم الزكاة الحج انت مركا لغا الله انت وحي كومك عبان فقه معركتي عبادات كي بلغ معنا هذا هو لسوق قدبا وحا مركا لسوق قارا قيبتي معاملات كي بايعي وحا الله وحي مركا لحيري لسوق قدبا وطبعا معاملات حتى وحا سوق قلي نكاحي وحي لم يدر هذا هو يسي وضان وحي دان جروح جراحات ما يكومك عبان جنايات ما يكومك عبان والله مستعان ديالي وحي لحيري وحي لم يدر الله مستعان هدو دلو عم حال وصمينا وهولها صعدان مركا ساسا مركا الله قيبيا انت صعدان وابواب الفقه سي مركا سي سهلان الاستيعاب قوسا ما يسيد وحاوانا كسان اي سمين جلين معلمين تنور لكذا يعني كتاب فقه هذا السواق فهرس كون اقري فهرس كون اهل الرع كونتنتس كتلي وحو حنبارسان هاي الطهارة كسوا بالله انت موضوع ماشا كحسا غلاف كدام كتاب البو فهرس كيس كحسا عداد اركتب انت وباب الفقه وضن مالك لأذن مالك أرادين والحكم مركواتا انت مالك فلسطب وشيخ سمي جوكسي ماشي كويستاك جملة عصب بالله علا والحكم على تلك الأفعال بأنها واجبة إن لحكميه أولي لها أفعاش ماشا الله بوحو الشيء وفقه الشيء إن لي روا واجب أو محرمة أم لي روا حرام أو مندوبة أم لي روا وشيء سنة أو مكروهة إن لي روا كراهية أو مباحة إن لي روا بنانتة وأنها صحيحة أم صحيحة أو فاسدة وشيء فاسدة أو غير ذلك وحي لمدة بناء على تلك بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة وحي كدل لسنتهاي الأدلة التفصيلية الواردة الأدلة التفصيلية ما كانت مقشرها النص الأدلة التفصيلية ما كانت مقشرها النص نص كانوا نشوف كسو أرارة في الكتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة هي أدلة التي حجرية تعكسها هارت نحن كسو شاقنا الإجماعي عم كسر شجنة قياس كي يوحي لما ذا يكو يكلم سبعة المختلف فيها نائما دونته فعلم الفقه علم الفقه هو العلم الذي يبين لنا وعلم النوع الدينية أن الصلوات الخمسة في اليوم والليلة واجبة صلاةها شمت إلا تكن هذين إيمال واجب إنتها وأن من شروط وجوبها الأهلية إن شروط أي صلاة يكون واجبتان إنه كم يتحقفك إنه أهل النقضة ودخول الوقت وقت إنه صغره وأن من مفسداتها وحيابها فسهادين إن صلاة وحكم ذا الكلام فيها قفك إنه كل حضله وانتقاض الطهارة طهارة إنه كبرته إلى غير ذلك يحلم ذا مركة أحكامتي وكهل ليوي معناها هاي لحرة تمحي الأصول الفقه صلاة شنط الصلاة إنه تكذب واجب شروط ذي الحكم القفك وأنه كان جارا وأنه طاهر وحيدا شروط ذي الحكم وقتك إنه صقله وحياه صلاة كبر يسوع حكم إذا إنه قفك يسوع صلاة كجر وهرله قصله وحكم وحياه كبر يسوع حكم إنه ويسير بمعنى قفك برت وحيلم إذا ويبين لنا حرمة أكل الخنزير وشحمه وسائر أجزائه فقه وحنا ربنا هنا إن أي حرام أي تهيل بدوفار إن لعنه إيو بروتي سيوحي لما دوح على روح شحم كيس لما دفنتي سيوحي لحريره وسائر أجزائه حبنه سوكال قد يعني وسائر أجزائه محا سوكاله وحا الله وحي هرقه كل بأتل سوكاله وهكذا إيواسيه سوكاله فإن العلم بأي خطاب لله تعالى يتعلق بفعل الإنسان هو من علم الفقه علمك لحريره خطاب إله سبحانه وتعالى خطاب الله وحلى لدي إذا خطاب له كلام في إله لحريره إذا مر كان حرير جار الله صمينه أما وقت تعلق وكشقية إنسان كفعل كيسة قف جناج بوح صمينه كان هعون كان عن ستوكو هتوكلين سان صمين هصمينين خطاب بالبقرد على حرير وحلقهم عابية من علم الفقه سواء كان الخطاب واحد جنو اسكو ملا أهايا هذا الكا يطلب الفعل فلإن لسمايا كيد البيع أو يمنع أمامها الرابع بمعنى أمر هالنقض أم نهي هالنقض ولا جيدا يطلب الفعل أو يمنع أمامها ولا جيدا أما خطاب كافصة هالنقض أمر وآت الزكاة أما هالنقض النهي ولا تقرب الزنا هالنقض أو أما سيعلق طلبه أو منعه أو صحته أو فساده على أمر آخر أما بها كحر أمرك يديد ماذا أما الشيء إنه صحيح النقض أما إنه فساد النقض أمرك لبها كحر فكل ذلك من علمي الفقه وحصلنا علم الفقه وكم يدهاي مثلا علم الفقه وكم يدهاي مثلا إن لي رادوك لا إضافة فصل إنك صعي من دونته لكن مثلا إن لي رادوك لا صلاة تكو لكن وقتها وقتها تكنم سرد بالبحر يعني وقتها وقتها تكنم سدح الوقت ولا النهي وكلا مثلا
in ilaada salaadadu way ku jirtaa in alla inta aadan ama aadan ku hadlin ama wax aadan sameyn marka waa tacluqaas soo la jeeda wa min ilmi alfiqh aydan العلم بالدليل الشرعي التفصيلي من الكتاب والسنة علم الفقه وحكم ذو كلاقف كأنه أقانص دليل شرعي أه كتاب والسنة أو غيرهما لكل مسألة من المسائل أم وحي كان صهرة مسألة ولا مسائل كم ذو بيجعل أنا أضاف كبح لكم جعب علم الفقه مرك فقيه ينكم جعب كرنا والفقيه إنك فقيه أه فقه كوابي يقان هو المجتهد وإنك عالم كاجتهاد كسمي القادر أود الله على الإفتاء إنه فتوى أرن كان حكم كيد وصاح وقعن فجار حرام وبنانتها ما بنانا كابلكم عبا بشروطه التي يأتي ذكرها في الباب التاسع يدو شروطي سلالقة وقئ من دون تبارك سقالات والمقلد ليس فقيها لكن قفك قفك لكحرا مثلا له مثلا قولك إمام الشافعي كحرا أنت أمام مالك كحرا أنت قفك وسكالة بمعنى إلا المال بعد أتير ستصوما مركب فقيه معها طال مركب حماء منطقة مثلا ذا بحاجة المجتهد مطلق المجتهد مقيد مجتهد مطلق وقف مثلا ذا مركب صهر اللي يساوي القرآن كجارة منه مجتهد مقيد يعني مذهب جار وكفة وضع حنابلة وصحصة قبتاء مالكي وصحصة قبتاء وانا سيدة طلاب العلم جانا نقبض النهارك وحلوشة إلا مجتهد إلا الجارة مثلا ما عشان كده معه أما علم أصول الفقه صومها أنت مركوس عدي وعيري هذا نوع حكوا عدن علم أصول الفقه ومن هو الأصولي يلقمك عبا هو الذي يبين لنا ما هي طبيعة الأحكام الشرعية بصفاتها الإجمالية وكان نوع عديني أحكام الشرعية طبيعة ذي محيطها مركو اسكو دودوب كذا مركو لا اسكو صوب دودوب مر أحكامته محيطها وما خصائص كل نوع من الأحكام نوع أبو أحكامته كذا محيط لقاريا وكيفية ارتباط أنواعها بعضها ببعض سيد قاركوت قارك الإسوق حرينهم بنوع دينية ويبين لنا وحكا لنوع دينية كيف نستنبط الحكم من دليل سيد حكم كأنه قال أصوى اللح بيع لهين دليل كيسة كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية سيد قال أصوى اللح بحي بوحا أو تسيني آيات دي أي تسيني أو الحديث النبوي أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام تسيني أو من مفهومهما لبدو الله اللي قصتها ما أو من القياس عليهما أما الرأي والبوء يقال قياس قاتل اتسينيو أو بغير ذلك كاوحي كالسهرة وكيف نصنع إذا كان الدليل فعلا نبويا إمحان سمعنا هذه دليل كوية فعل النبي عليه الصلاة والسلام وسمي أمر أمر بحن ويبين لنا ما عدينا أصول الفقه من هذا كان دوما أنت ما أنت أو سوى مثالين ضدو أيو كلا سعطارة وحسن ماشي مشيبه ويبين لنا وحو كلا نوع الدين من الشخص الذي يستطيع الاستنباط وكيقفك كرأن وحك لصو اللحب الحديث الذي وما هي مؤهلاته محاسل وقبها هيا كواليفيكيشن كيس محوية وأنه صنق تسأل ولا جيدا ويبين لنا وحو كلا نوع الدين كيف يصنع المجتهد روحي مفتقة هاي مجتهد كوحا أسمين إذا تعارضت عنده الأدلة هذه هرتي أدلة ويسكو درستو اسكو هرتي ماذا من الجمع بينهما إنه اسكو جيو كلا إذا أمكن هذه سورتوه وتقديم الخاص منها على العام كذا خاص كامد عام كإنه كهر مريو كلا ومتى يجوز اعتبار بعضها ناسخا لبعض إيقارت إبنانته إن قار كيد لو تحقلي إن النسخ لقارك كلا يعني علم النسخ إن مثلا دل كان وعام دل كان وخاص دل كان مطلق دل كان مقيد كان مبين كان مجمل كان مفصل هو شاهد مفصل وحيابا وننك أصولي أباهاية وقد سمي علم أصول الفقه بهذا الاسم علم أصول الفقه مقع محلوسي أيالغو مقعاب لأن قواعده أصول محايا لقواعد وكتاها أصولة أي أسس يبنى عليها علم الفقه وأساس لوضع لسع علم الفقه وهذا كما تنعى الله سمى ومن هنا سمي علم الفقه أيضا علم الفروع علم الفقه علم الفروع ما أنت مركز نقلس الأدلة الشرعية الفرعية مركز نقلس وفقه هذول مثلا الشرعية الفقهية دول واسكوميتكي مركز علم الفقه أدنى علم الفروع بالغومة قاعدة ولذلك وقتنا علماء ذو إيرادان مسلمين أصوش اسكوما خلاف سنة وحيسو خلاف سنين فروع ذا أصوش ومحي أصوش اللحظة على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله ما شهد دون تدو وإن شاهد مذهب كاد دون تدهيسو وعبا أن لا يسكو جيدينوه لكن علم الفقه صوما انت انا هدي مثلا نرى لحد يقول رأيه وكوك لدونان كرنا هبلنا اكتس ويكبنا انت هبلنا كما بنانا
وأتنا أركتان إن علماء مرك مسألة دينية والمال مرك أجيدة تانا وح يكمل تاعي إلى سبحانه وتعالى نعمد أسي عقل قفك بين آدم كأي تيسير كأمضا مرك على لضوان وح مشكلة مرك أيام كسب نين قف الباب إنه رأيي سمرك أو كذا واجي أو تابته لأنه يتفرع عن علم الأصول وعلم الأدلة محال وح كسر نحبها علم الأصول كأي علم الأدلة كسر نحبها وسمي علم أصول الفقه أيضا علم الاجتهاد مقعيدي ستراد بضان هلا يا مرك علم الاجتهاد هذا مقشنا وحكى له علم أصول الفقه وحكى له وما علم الاجتهاد هذا مقشوكا لأنه هو الذي يفتح باب الاجتهاد محالوا كان فره الباب كاجتهاد قفك مركب وحلق إنا تراهد أنا وحن أبا هانا يعني إنا النسك إنا نكلق دول إستاغ ونسك أنا فهمه أن أنا إمام الشافعي إمام أحمد أنا إنا نكلق جار مركب الله يحلق الأصول الفقه ضروري كوية مركب الباب كوف رايا ما أنت على الأقل حلقة بين الجارس المستوى مرك أدلة أنا أقول قشيت علوم هذا عقل جود ماشوا جارس سنائي نما كان إسكاف وضي سنة ما مكر كي علينا شافع محوية هاي هبل محوية هاي إيش أي تجنايين أيان نرد كوسا بحيسة وخاصة إمام شافع مرك جار الله وبحه علم جسوا خدمي إيش وجارسية ده سهلا إن أنا أهم بكوسا بحيسة رنتي هو الذي يفتح باب الاجتهاد ويذلل السبيل للمجتهدين وكان أوليلية وضده نما ك مفتيين تاء ليستنبط الأحكام الفرعية سئ ماشي أحكام تفقه وغلصة ونحبحان إيا والفتاوى الشرعية إيا فتاوى ذا شرعي في الأمور لحر تأرمه المستجدة أي كسو الدرينيس كعس بيت على هد وبصيرة سئ بمعنى هنون إيا عدان أي كدر علم وكدره ويبين لهم حكال وعدين كيفية الترجيح سيد الله كال هرمر لها الله كال حوجين لها نصوصي عند تعارض الأدلة أمامه مرك أدلة أي سكدر ستو أي جهرت هذا يلما مرك أركيو حلقة يا با قفك أنه حافظ وحفظ سنية أحاديثة لم دوش كحفظ سنية نصوص دوش كحفظ سنية هاي وحيو لم دوش كحفظ سنية هاي فقه وفهم سنية دوش كحفظ سنية لكن مرك أركيو حلقة يا با لما نص آيات إي حديث أما آيات إي آيات أما حديث إي حديث إنه ولم مقضان إلا أن عقلي كانوا وقابين هاي بني آدم بان هاي وان حديدين هاي إنه نوعا ما سيء سبران بريان وسكدر سنيان وسكدر عيان أي كوم وكنكرتا قفك مرك فقيها هو يقانا سوكا لدوي لها هو كلا فرمالنا بريارت هو كلا سين لها هو يرادو واركنا ماشا سوكهلي كنا ماشا سوكهلي كان وقت قابو يميت كنا كبا كدن بي كيكو ري مركو اكسباير كبا كدن بي ما يلا بدا حديث كان حديث كان هدي سان شوري وادتك بمعنى دوالة مركا اوكيانو كلا دوا علم اصول الفقه مركا فائدة سو مركا ليها فموضوع علم الفقه الذي تدور عليه مسائله موضوع علم الفقه وكهلي أي مسائل سكو ريجس وهو أفعال المكلفين مكلف يالها وأضوم ضن إلهي وابن آدم كان وضد المسلمين ته أفعال سكو ريج علم الفقه حرام حلال يوحي لمن وموضوع علم أصول الفقه نمحوكو هذا الكل جنان كواكن مركا أنت عرضون ليه لو نقول في النان لهيد لكن وحي كأهيد بل أنت أصاق لي مركو كتابك مجعاب يا شيخ الواضح في أصول الفقه مركو يلي أي شيء يصير لينك كان مبتدئة وحيو أباهاني إن النوع أنه أقاد دكتيد أو وحيو أن أتكلم بحسين وأصابت كانت مركو إنه ماشي أصدق أقول كلاب صامره هذا الكمان تنو شيقي وكنا إنت ولا بدأت كلمة طويل فموضوع علم الفقه تدور عليه مسائله أو فموضوع علم الفقه الذي تدور عليه مسائله هو أفعال المكلفين علم الفقه هو أن المسائل سيحكو ريكتا أفعال المكلفين قفك بني آدم كفعل كيس وآدنه فعل كود وموضوع علم أصول الفقهنا الذي تدور حوله مسائله هو الحكم الشرعي أصول الفقه مسائلها أي بمعنى أو كهر رجت أو كد الوريقا والحكم الشرعي من حيث استنباطه من الأدلة المعتبرة إجمالا مرك الله بحسيد الله غلاصة نحبيه لها تسموين كم أدلة تحقلي ضدوبا مرك وإنت سوف فهمتي مرك إن إرادة مثلا حكم الشرعي إن قفك سوف فهمه ألم يقتد وجود مرك سوف فهمه إنه إلى صلاة هبل بيواجه كتر إلا ما قارك إيدو لير الأمر يقتضي الوجوب إيدو لير أو سال أيتها هذا نسوي مجرو ضد مجران لقى الرابو لير هذا هبل نمسو قري ليس على العام ولقى الرابو بحكى الرابو وكه وعلم الفقهي ومركا بحكى الرابو انت مركو يروح هذا لا بد للقاعدة الأصولية من دليل وحان لقى مارمانا إن قاعدة أصولها أي دليل أيالته أرنتا مهم إلا ما تنبح نقول هنا قاعدة قاعدة إلا هذا مركا لير الأمر يقتضي الوجوب أنه يقتضي التحريم الإجماع السكوتي لا يحتج به أنت مركا علينا الدليل النقلي مقدم على الدليل العقلي هو لها مركا نتحين وترضى بضان وإن مدوى الضبع أي كسة ليس انتهى الدليل
قاعدة قفك وانت مدحا كقوسي ومدحيس وككيانة كدبنا ويري دلبا نقطة عريتها ومصوبة إلا سودة لشدة مركا وحان لانا لم يقتد وجوب محا عدي إن أمرك يقتد الوجوب أنه يقتضي التحريم محا الدليل إيه دلت كيه دليل أبان مركا حركي دليل كوهدان كوشيقيا طور الرمضنا إيه صحفة صنغن هردك يا شيخ إن شاء الله. القواعد الأصولية كما قلنا قواعد أصولية سان سوان ريبا تنبني عليها الفروع التشريعية وحا قد اللسان فروع الفروع التشريعية حالة جيدة وفقية مالك له الرادين هذا الله صنع هنا ذلكس واستلاحي وحمش كلام لها. ولما كان الحكم الفرعي بحاجة إلى دليل لإثباته مربها دي حكم كي فرعها فقهها أوبها هي دليل سل وصبه فلا يثبت حكم إلا بدليل حكم نآن وسقنان إلا إن عدين لها لمويان ها فإن القاعدة الأصولية قاعدة أصولية أهيبا أحوج وقباه بضا إلى الدليل دليل هديب اللي يري تي تي فقية أهيب عادية إلا أن مركا نقول هذا مثلا نحن واجب كوي نحن لازم حعدي مركا هذا آيات إلهي أوكي هديب اللي يري القاعدة الفقية وفرعي بهديب دليل أبال أصل كم حظم على نساء مركا وكذا حظم بضا يمت مركا رب إنه هذا هديب فرعي ودليل أبال هاي هاي إلا أن فرع أصل بكود اللي سيئة سواما ما بحضو أصل كدريين دليل الرهدي ما مركوا على الفرع إذا هذا الدليل أباهنا أصل كم حط بالي نسوي مرك ما يشكو مجرو فلا يجوز مرك ما بنانا إثبات القاعدة الأصولية بغير دليل إن لصوغه قاعدة أصولية إذن دليل أن يجرم بل إنه ينبغي ألا تثبت القاعدة الأصولية بل وحها بون قاعدة أصولية إنان سكنان بدليل عبدين وأنا نكو سكنان دليل كاسو فيه ضعف أو نجيل أكدره أما تبردر أكدره وبمعنى ضعيفة دليل ير حتى قاعدة أن رادين إنه وأنه ضعف أن سوقل صحيح الحكام الشرعية مركب ضد حديث سيبضنتها دليل ضعيف والوضوء صلين كرا وأنا أبضنتها أقوال فربضن الفقه وحد أركيسة ويجوز لا يجوز ويندب ويستحب وعلماء إليهن وحلقيا أنها تنبني ماذا إنه كده اللي سنتها على جايبه وحياه دليل ضعف في مركب وكجره لكن القاعدة الأصولية دليل كده ضعف ير إن لقى أوريا لقى بريمة ما ودليل كده إنه دليل سارق النقض معايا هالقاعدة واحد كواجبين إذا أنت صو كن أو مسألة هذا مثلا القاء الأمر يقتضي الوجوب دين كو لمبا ماش صقلة ثم أنها يقتضي التحريم دين كو لمبا صقلة مركب واحد ونوعا ما ونويل وكجره تبر ضريء مركب وكجره تؤان تاج نيل سيدي مركب أقصو بتاع أنت الدليل لكن دي واحد أنا أقوله دلوقتي وين معقول ما مركب يقول لي هذا الأساس كهلا إسكات كيوه كالحديث الحسن ونحوه في حديث حسن كأيوه لم يدخل مع الحديث حسن كروح أقصو قاته حديث حسن وقرن كرتا حسن كوماشن وتلمامه وحسن كمثلا لغيره وكلا حديث حسن مركب يقول حديث حسن غيره حلو لا جدا اللي أسأل كيس وحوله على بطريق بقيمة ضعيف لا قدر ضعيف وعلم يدعي حسن لغيره وضعيف ضعيف كتبه أو إسبايس بير صدر حديث بعض ضعيفة طريقة بعض ضعيفة طريقة إنه ضعيفة وحن ركنا صوب ضعيف ما هدو كل جناء ما الله وسكت طول الليل لكن وحن ما دام ضعيف وياه كوكل وضعيفا عن هلا هاي سبير صدر هاي سب معنا هاي سكيم هذا كدي من أول شو أص أصو بدن ضرق ده ترى ده بدن ناتمد إن أنت شو تكتوهن قطع إن جات درجة حسن لغيره مرك حديث حسن لغيره أصل كيس وامه ضعيف كاسك الله ما دل سكر قاعدوا له وذلك محايا أرنك إسقى لأنها ينبني لأنها وحوالي سابميرك أصولي ذي قاعدة أصولي ذي ينبني عليها مجموعة كبيرة من الأحكام وحقود الإسم أنت وحو إن يعني وحياك تربضا أو أحكامتي يعني مثلا أصل كهدو ضعيف يا برح من هداد ماشي دكتيد أما قرح من هداد ماشي دكتيد ترى أنت سوكارك ونجح حمدو صار هداد ترى مركب أصل كوف دينا سوما مركو حد يكتاج شيء بلاش ترى أدي أود بدن دور سال أنت دو أنت مرك شيء خاص اللي عمام حال أدب أدق أسر كيس أدق هبكاس مرك الربع إنه كيراد فلا بد أن تكون راسخة قوية الثبوت وحال مارمان إن النقطة مش سجنه أي سجنان تدون أدي أدو حب بدنته لكي تحصل الطمأنينة سيد يحصلون إذا أي أحس شو بما أي أحصلون إذا أحس شو ينبني عليها من الأحكام وحال وحي أحكام تلوض اللي هذا نين أنت أدتي ماذا تراهد قاعدة باجرتها أو كيرا والقاعدة أسفل كبا واحد كنت محي كنت أنت دليل كذا كان أتنا دليل ضعيف أتكين دليل كبا ضعيف سيا حقوق اللي سيستوى أصلا بأصل كبا من جرين أصلا ما هي ستين واتدا سوكله مركز سي
قف كستو مسلمي او ربا انو ادلدي اما اياتي ام حديثي كو عمل فلو اما قاعدتي انو كو عمل فلو وقلبيس او حسر ان قاعدتنا اي تهي قاعده اصوبته ان لسو دليشن كرو ايا وحا ان اظهر لك محي دليل صارخه او مركا سوغن ول. ولذلك الامام الغزالي يرك لمي ذواتني به جيرين ادلده ماشي لكن وان قطع نقطه ظني اي نقطه معناها ان هو بقل كي بقل اني او الهنا سؤل الجيده رسول كان يتسقنا تول ظنيه ماشي كو بحده مركا وخي لمي ذا لكن ارين دائره ارين صح ماها محايا له ومساله خلاف كذا له او رنتي ماشي انو تغينا مستصفه مساله ايضا فافاسن الشيخ الامام الغزالي وكل شيء خاصه مع اني قطعيه نقطه ظنيه الثبوت حتى حلول اللي سكراو أدلة القواعد الأصولية. قواعد أصولية أدلة للعادة هبنا ما أنت نوح الناس في المام يبوح الربائم ونبره دليلك هبدا الأمر يقتضي وجوب سوامين عن دين محاء دليلة النهي يقتضي التحريم محاء دليلة دليلك ما يشكين بوربا هذا إنه نبره مرك عليها باستقراء ما صنعه علماء الأصول في الأمة الإسلامية مركا لدبق له ولا تحراعه وحال وحا أي سميان علماء الأصول أذتك مسلمين نجد وحا مهلنا أنه مستدل إني سود ليشدين لإثبات القواعد الأصولية سئي أسوغا قواعد أصولي إني سود ليشدين بأدلة إني سود ليشدين عديمه ومختلفة كالددوان ترجع لما أنت تقول الله بنيس إلى أربعة أنواع أفر نوع النظرنس علماء الأصول يريد مركز شيخ مركز باستقراء مركز الله استقراء ونائما دونه يعني ونصوص ويحيو لن إلا الدبقره أو آد شيء لغا الدبقره أو لأقاده عانا هين شيء بمعنى سي عانا هين سطحية سبروفيشال عانا هين لكن سي شيء ويبقى دول استاقية مركز ويحيو لهدان انت من سوقين وحا نصب بحي أفر شيء أفر نوعين ونقطة كو وحي قاعدة كديقان كو وحي قاعدة كديقان نصوص من كتاب الله تعالى تاوح لغور مريم ملا نص لغا سوقات قرانك قرانك أقوه الرئيس أرتو قرانك مكاهمة مثلا فالقاعدة الأصولية قاعدة الأصولية قال له لا تكليف إلا بمقدور عليه قفك اللغو كليف ما يوحو أود اللي يهم ويانا قاعدة ذا دليلها انت لغا صالح بها تسمد ذا قوله تعالى قولك إلهي أه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلهي النفس كلف ما إلا أنت كرتم ويان مركا لا ذا وحان أنو أود ملي إلهي نقفك بن آدم وحكو ما كلف مركا لا ذا أصولي باته أو قاعدة أصولي سود لشان يسألنا نقول نس كيدون وياه الكتاب وحلقات وقاتا نصوص نبوية أحاديث فالقاعدة الأصولية قاعدة الأصولية ألا الأمر يقتضي الوجوب أمر هدوي ما ضوحه تسيا واجب نمو أما الأمر أمرك يقتضي وحو كان الوجوب واجب نمو كان أرنك أنتك كان دليل وحاو دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي عليه السلام لولا أنا شق على أمتي هدانا كبقنين إنا كؤت كي أمدي إذا وأن لبه ليس وكل نقض هدانا كبقنين لأمرتهم وحان فري لها بالسواك إني أعضيستان أرميستان وأفك أنظيفستان مع كل صلاة صلاة وضب رسولك حديث كان أسر كي سوام متفق عليه مركو دلك ما شو مرسو مجيد وبخاري مسلم بأسو قلت كي هران آيات بوها رسولك وحي لهدانا كبقنين إن أمدي إذا عندي وحنفر لها صلاة كستو مركا لتكان إن قفك وعذيستا ينفر لها مركا رسولك عليه صلاة أمرك محاك اللي حي وحاك اللي حي في أجي هدو أمري ماذا محي إن واجب أن نقن مركا هدو ليه لها هل صلاة والبابا قفك وضها على سبيل الله لوا محي وقصبا وقهان لها سيدة الله أكبر بإن أنكب الله من صلاة خصب نوتها إن أنسحين بدونها إيضا لألئ من صلاة إن أنسحين أي أوحى أن نقول لها قف كستو أنك نقم إذا صلاة إنتو نقل أنا عذيست لكن رسولك عليه السلام حلقة قادنا يا هدي أمر أنه ما يشبه إن السنة آدي أدوان أكسان أيتها والله السنة يقفك محكي أنه لي ماذا مرقى رسولك عليه السلام وحوه إلى هدانا كب قنين إن أرن كاس عليش وكن قنين أمد إذا وأبن فري لها بيري إني مرضى وأرنت إلي ماذا مرقى ما شو حلقة قادنا يا هدو أمر وبحين لأمرك إن واجب له سيد حديثك كلمة دا رسولك عليه السلام لقال الدمينين قاعدة كلا جبت ألغمك عابا الأمر يقتضي الفور يقتضي الفور أمر هدوب بحو دق دق وأنو شيء قلعه وكينا شيء إن دق دق لا يتقربه أمر بعد عي وإن ماشي مرتبة لغي ماذا مثلا فالقاعدة الأصولية قاعدة أصولية الأمر أمرك فرينها دايد عضو
يقتضي أمرك وكان الفور إن دقدق لولا إيمان شيء دليلها دليل كيد محوية أن ذلك يفهمه أهل اللغة تكت اللغدة أمرك وكب حي يأهل كأهبا فهمي. فلو قال السيد لخادمه عدينين سيده مصدره وبمعنى كيرا ذو قف خادمة أساق أشق يهدو كيرا ذو أسقني ماء ورنيو بيئ ورابي أسقني ماء بيئ ورابي بيئ سي فتأخر وننك أمرك للسيء وبيئ الله صدى كان ملوم نحن نقول نقف بمعنى لدقال الوهس سيد كبا بيئ سي من كيرا محل الله صدى هذا وقيلنا مرك اللغدة محي كينيسة أمر مركو بحين بمعنى وأتن لما مر مركا بالمه كوع لذا الله من دجال الله هذا سومنتنا كلها اللي موت حنات قيسة فرقة تورانيسة واحد كلامه محال واحد أكتها إن لغدة أي كينيسة أمر مركا لبحي إنسيد مركا لو فلني لغدة نحي كسينة أذاد دي كميتة ولا قوك هذا لغدة كبر لا يعني وأكانيسة إن معناه نصوص مركا وكل حاجة محال إلى بحي كدر لسان هذا مركا واحد فهمني سد حق عدا سومر لا تكليف إلا بمقدور عليه أيضا وصارنا على ما اقتضى الوجود حديث متفق عن أسارنا الأمر يقتضي الفور عن أسارنا لغدي مركب وسدح مال صامة مر ماشى أفراد أفر مال باللعلة أفراد العقل عقل جينا دور بكلية فالقاعدة الأصولية قاعدة أصولية آلة قاعدة ما أنا دوش كحس أي قاعدة وحا في عنا له وقدر إن تكون قرصة في عنا له ما دام الشيخ مبعثر ودي وكتب قارنا والله يهلا وإحنا نسوق جينيس إذا اختلف مجتهدان لبع عالم أو متهدة أو مفتيين هذا إزقرب مرانو إسخلافان في حكم حكم أي إسكو خلافان عقل يقول حكسين يا فأحدهما لابدو ذميت كميدا مخطئ جفسا أو خلدا هذا أركتد إذا لك لجيجيدان مدبا خلدا لو أنبا كانوا حولي ها كان مية كانوا حولي وبنانت كانوا بنات مدبا خلدا عقل يشكين محايا له دليلها العقل انت استنكو أقالنا قاعدة إنا يسحت عقل يقسين لأن العقل محايا العقل يقول يحكم وحو حكمنا يا باستحالة صدق النقيضين إن مستحيل أيتها إن لرش يسبرين يسا إن رمضا مقضان وان قاعدة وقاعدة منطقية أو فلسفة أو كوب ناسا لوجي كوب ناسا يعني معقول ما إلا ما شوامح معقول ما إنه إله يسبريه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن عن على قلوب أقفالها إلهي سبحانه وتعالى أمر مركو بحيو معقول ما إن أمر كيسوس دردرما مركه هذا أركت الشيخ لو يحوى بناني شيخنا ولا ما بنانا لبدو نبدأ خلدا مركه كي خلدا أنا سأفهم إلى الأذى برش الله جربا مركه إن استهمتين أو كان خلدا إيه كان سحسن مركه وفهمي كرتا وفهمي كرتا بعد الدراسة مركه عقلي يا مركه نسي مركه قاعدة وحلنا قول هذا أنا رجنا مركه قاعدة نستمر ذي المحيط تمره ذي المحيط قول بعد أقرب مثلا إمام الشافعي وحنيري إمام مالك بير لبدو وسكهري مذا كلي مركه هذا نت قالت oo aad siraha kan baa dalilka u dhaw marka dadashid kadib oo aday dalil oo dalil saxa oo siraha kan baa dalilku dhaw marka qaadas dami maadan gelin wa hadii nas aad ku dhigtid maxay yale ilaan qaacida jirta kula labadooda mid baa khaldan mid aduu khaldan yahay mid in oo naski aad filaada isagu xiga dalilki isagu xiga isaga ku awood badan qowlka kan raayigan ku awood badan qaadatid marka maadan gafin way maxay qaacidada adoo ku dhisay afarti oo duuduma waxtan marka waxaad ogaatay alkitab as-sunnah اللغة العقل مشكلة أنا استوعبتها قف وحول رأي سون قرآن كان أنبرا سنة أنبرا لغة العربية كان بعد إنه عقلي مركب ولا سو بوده ضد حركة سعرنا معقول ما مجلس ولا سو بوده حديث حتى سنة كيس ما بارع ديار وما حركة معقول ما وارنت وارنت اللي بعد تظل معي هذا حن صمر برصص الكتاب والسنة أدل الأدلة النقلية لم بعد ما يصلي كذي ما دنا على صدق اللغة العربية عقلي وماش قدام قيسه إلى سبحانه وتعالى نوح احترامه أفلا يتفكرون أفلا يتدبرون لعلكم تتفكرون أولي الأبصار معركة وطن إله القرآن في أسوء العلي وموجين عقلي النسيب في سنوله لكن عقلي ماها مركي ماشا نسؤ يا الآيات الحديث إنه عقل ملح أوقفك وكهل أثر كي علي بن أبي طالب نواد قران كرتان لو كان هذا الدين بالرأي لكان أسفل الخوف أولى بالمسلمين على هذه عقلي نؤية هي عقلي دين تأمس اسم الدينان بوليه إنك عقل الله علمي بوليه مرك بوليه وكله والعرباء إنه مسائل فتواضة إسوء عن مال الله عبان. عقل يروح في ماذا بعد هذه كلها وحاصل لما كل سوى أي عقل يكشف قيسين لكن أنت آيات حديث ويال عقل يا مرك مصعنيه تصنيف مباحث علم الأصول وحالك لا كتصنيف كوا كلاسيفيكيشن وحالك لا صار صار يا أو لك معناها ما لك لا صنفها يا لك لا بحنا يا مباحث علم أصول فقه مرك أكوا بينها مرك
wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo arkaanta oo dhan buu maanta rabaa inuu soo gunaanado. Wuxuu leeyahay marka sheekha xafidahu llah wuxuu leeyahay qadamna, waxaanu soo hormarinay anna cilma alusuuli, cilma alusuulka huwa majmuucatu alqawaacid alcaama, inuu yahay qawaaciddii guud ahaaneed duuduubkeeda, alatii tustakhdamu, ee loo adeegsado fi istinbaati alaxkaami alshariciyati alfarciya, lasoo dhex bixitaanka sida loola soo dhex bixi lahaa axkaamtii fiqiga ahayd الشرعية الفرعية مركا مخشوة فقهية من أدلة فيها التفصيلية والله غلاص أن نحبح لها كتاب في سنة يوحي لمن. وليس من المناسب مناسب ما أهم بوليه أن تسرد هذه القواعد سردا كما كيف ما اتفق إن بمعنى لسو سرديو لصوت حوى سردين تواتحتوي لصوت حوى قواعد سردا لصوت حوى مركا أرنتا أيضا أرن مناسبة ماها بل لا بد لتسهيل تصورها ودراستها من أن يكون إيرادها حسب ترتيب معين. لكن على مرمانا سيلو فضيو تصور كيد قفت إنه على الأقل إيماجينيشن كقاط الشيء يؤد دراسيه إن أن ترتيب جارة كسو أرورين بيه مركو علا. وتختلف طرائق الأصوليين في ترتيبهم لها أصوليين تن ويكوك للدوين هبك الله كلا الرتيب هذا نفع الرباء إنه كهلا منهجية أصوليين تن methodology go habka u kala ratibaan hebelna habkaas u ratiba hebelna habkaas u ratiba marka wuxuu leeyahay dariiqo la isku waafaqsan yahay ma jirto gaira anna tariqata almusla laakin tariqada ugu wanaagsan fi ra'yina sida anaga nala tahay guulee sheekha leh an yubna tartib hasba tasawur muayyan in kala hormarinta lagu dul dhiso tasawur gaar lagu dul dhiso tartib marka maqashid tartib tii af soomaaliga ma tartib luqada carabiga waxa loola jeeda kala hormari wuu kala hormari wuu. فنقول وحن لنا هذا وحو الربع انه سيدا لسوء حرمته تماما ان كل حكم شرعي فرعي فلا بد له من دليل يدل عليه حكم كست شرعي وفرعي اسكو سو ضوضه وفقيه وحن لغا مارمان انه ليه دليل عدايه وتصيه كو وماشي كو نمبر لو ولا بد له وحن لغا مارمان هدنا من مستنبط يستنبطه من عالم إلاس كلاس ونح بحية دليل عالم كاسو مستنبط كاسو قادر على الاستنباط أود أقول له إنه لاس ونح بحية صدح. ولا بد للمستنبط كان لاس ونح بحية دليل كلاس ونح بحية عالم كا وحلق مرمان إنه هايستو من طريقة سليمة في الاستنباط طريقة وناكسن أو نبضجشن أو وح كلاس ونح بحية معنا وإن حبوا وانو وحس قام قرد الدعين لكن امر ما شاء الله تلقل. ومن اجل ذلك ارنك درتي تجتمع مباحث علم الاصول في اربعه امور اساسيه ارنك درتي مباحث وقيلها كلا دوان علم الاصول وككومودن وهي اسغو تغيسا افر افر ميلو بده اسغو تغيسا اساسيه. نستطيع القول وحن ود لنا ان نراها انها قواعد الاركان وتيركي الأربعة أفرتها لعلم أصول الفقه أو سبنا علم أصول الفقه ويتعلق بكل منها متكستان وحا لحريرة مباحث وحا لحريرة انت عتب سوهز قليوه مباحثة وعتب يدي وحا لحمك لحريرة انت مركا هفكا صوروا انو كيلا هذا ما دام ايكوك لدوينهين مركا وحو الربا هدى هب لوجيك هامبو استعمال الشيخ وحو يري سيدا اوكالهرمال لهم بكل شيء وحو ليه هذا كسب بالله وحو ليه حكم كسو شرعي سو دليل ما بان ها كو عليه هذا حكم كشرعي سو ما بان إن عالم أو كلا سو رحبة عالم كسو ما بان منه تينو راع سادرت أن نجا أو تسلسل كمرح كهين logical chronological كأ أن نجا مرح كهين أيام حنو بهنا بقولي حبك كان أفرت إن الراع كو الركن الأول تير كالكواد الحكم الشرعي كاسنا قبل الله بينا وفيه محاسوس قلي انت نودن دودو بوكسينا وكو لوغا حدلي دونو كتابكا الا قيبتا كو غدودن ان الحاكم هو الله تعالى كان حاكمك وحكمه الهيه. ونبين حقيقه الحكم الشرعي وحن عدين ان حكم شرعي حقيقي شو هو هي وانواعها اي انواع حكم الشرعي وتعريف كل نوع وخصائصه اي نوع والبابا ما عرفتي قيحتان كيسا إيو ما أركتي قصائصه لي وتعريف كل نوع وخصائصه إن كل ركض نكوبا نانته.
ونبين من هو المحكوم عليه وحن عدينا قفك محكوم عليه وكيه إلا وحجره حاكم وحجره محكوم عليه باجره محكوم عليه وكيه مد وحكمنا وإله محكوم عليه وأدونك إساق على حكمنا إله أمر ببحيه هل تكذر محكوم عليه قفك صلاة للغبهان وأنك وأدوم الإلهي هو المكلف الذي تتوجه إليه أحكام الله تعالى وأدونك لكلفي عبادة لقدونه أو أي كوة جهنت أحكامت إلهي ونبين ما يصح أن يكون محكوما فيه وحن عدينا مركة وحا أصلح أنه نغض محكوما فيه وفعل المكلفين وأفعاش مركة إسمينا مركة حاكم إلهي محكوم عليه أدونكي محكوم فيه فلك أدونك أسمينا وسد هذا مركة. الركن الثاني تلك اللبات وهو الأدلة وأدلة دي وهو ما يصلح أن تستنبط منه الأحكام الشرعية ووحى أصول بضع إن لقلص ودحب الحكام الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع وهي الأدلة المتفق عليها وأدلة المركة اللي يشكوها فقصين ضوط كما تاقنا إن قرآن لسود ليشده إن سنة لسود ليشده إن إجماع لسود ليشده هذا ضوط كما تاقنا وأدلة المتفق عليها مركب إليها دانا شيخ ونذكر وحى شيخينا أكل الأدلة المختلفة فيها أدلة اللي يشكو خلاصين بحاجر النوعية كلا أو إلا تضرأي جارسيان وعلماء يسكوها يان كون دليل مأصوب بضان مثل أمصوب بضو أمصوب بضان كالمصالح المرسلة وكلا وإنو إمان دونتا وأقوال الصحابة وكلا والاستحسان ونحوها ويحي لمدة مسائل فربضان ما أنت لفطوض ومجاميع ذا فقه يكون سيهين وأن طبعا أن لقيه لين في الكتاب والسنة أن لقيه لين يوضى بيانسان لكن يكون جيران أسوشو ذا يكون جيران oo la xiriir waxyaabaha tiqaniga maanta bini'aadamka ay gaareen horumarkan la gaaray waxyaabo badan oo hore aan loo aqoonin oo maanta soo baxay digital ma la isticmaali karaa kan ma la isticmaali karaa kan ma la isticmaali karaa waxyaabaha soo dhan waxay soo hoosgeleen abwaabtan la xiriirta al-masalih al-mursal al-istihsan ki hawlaha soo dhan waxyaabaha culimada maanta ay ku fatwoodan wana adillada badan aad dadka ka qarsoonta ay culimadu ku kala tagsan yihiin oo xagga fahamka qofba qofku ka weelin ogyahay kana hawlgelin ogyahay waa uu kaga leeyahay xagga نصوص إنه مركا مريو حالنا وياها لو مسائل فربضنا بوشادة أبها أنت إن مركا لقاها قطيرو الركن الثالث تير في السدحات وهو يشتمل على كيفية دلالة الأدلة على الأحكام وحو قرن سضي سدى أي أدلة ذات أحكام تأتوصين يسو كالدلالة النطقية وحلقو مقعاب والدلالة بالفحوى وحلقو مقعاب وبالإشارات الدلالة دل إشاره والدلالة بالمعاني والعلل دليل المعنى دليل العله وهي الدلالة القياسية وحسن القياس بالرغم حق والناس كم مشقولينه مدل بأي مثال كيد إذا صافا سمح الله تلقى هذا دليل إليه هاي وشرحه أن كلي فهرس كنتم في كتاب وككوبين الرقم الرابع تلك أفراد وهو الاجتهاد واجتهادي فنبين معناه وحقيقته وحن عديننا معناها واجتهادي وياه إيه حقيقتي سوحوية ومجالاته التي يمكن إعمالها فيه اي قيبها كالدوان الا وهو القلين كره ونبين من هو الشخص المتأهل وحانك الله عديننا قفك اهل كوه الذي له ان يباشر الاجتهاد اي اصوبته انه مرك اجتهادك او فراه لقله بذكر شروط المجتهد انه شيقين شروط اللقبه عن قفك عالمك وكيف يصنع محوص مانع عالمك اذا تعارضت عنده الادلة هذه ادلة اي شكر عضه ونذكر وحانك لهم شيقين تبليغ المجتهد الحكم إلى من أسأله إن قفك عالمك وحكمك وقارسي قفك ويدية وهو ما يسمى الإفتاء ووحل قمك على فتوى ثم نذكر الواجب على من لم يمكن أو لم يكن متأهلا لنيل درجة الاجتهاد وعن كل شيء أنه حكو واجب قفك آنا أهل وهين آنا أصوبا أي أن أعنت من إنه قار درجة الاجتهاد أنا عالم آنا وهين حصة مينة وانعديننا وهو ما يسمى التقليد وهو حلقه مقعب التقليد اسكدب الكع وعالمك عالمك مركع الله يسكدب حرته وهكذا نرى كيف استوعبت الأركان الأربعة جميع الأفكار الرئيسية سيدابا مركع ورقنا أفرتي تير وحيبا دمان أي كلان ستي دمان أفكارتي أساسي أهد لعلم أصول الفقه علم أصول الفقه انتو كقومنا بأفرت تير فنقسم الكتاب على هذه الأركان الأربعة كتاب كان أفر تابع مقيبيننا ونلحق إن شاء الله كتاب أنت بكوكو ما كنت أمرك لما كتابك كدائي أفر تاتيرون الحكم الشرعي الأدلة ركم كسد حاضو الأدلة على الأحكام ركم كأفراض الاجتهاد كتابك ما شاسكو لما هذا
مرقوا إلا أنت مرقوا دماغه ونلحق إن شاء الله وحنا هليشين دنا دي إلى إراده بأخره ما شودا بيس كتابك بابا تطبيقيا باب أو بمعنى تطبيقية أو براكتيكال لو تلقى مرقوا دم يروح كليها باب يربو كتسينا يا دور مثال تصالو كينا يا سيلوس دار عند بيو كبرا يا كده يروح كلي أديك سكوباي إنات مركا جارتي نوضح فيه وحن قعدنا بابك كيفية استخدام بعض القواعد الأصولية في الاستنباط بالأمثلة سيدا لو أديك سيدا بعض القواعد الأصولية سي بمعنى استنباط مركا الله سمي إذا أمثلة مركا الراعي وان سيوى الناس هما نشأة علم أصول الفقه ما أنت أدام حان كسو الجرنية علم أصول الفقه لحدي سالوح لقرها الرادين دليل ما الله حيا دليل ما هذا ما حرمنا علم أصول الفقه أن أنتو كيم فتأصل كيم وحي هيد باب كان إيه لهار مريس وما حين لهار مريس كان أقول حو ديدة يا وحب معقول وحو ديدة يا أضم أصول الفقه وحل الضهابة أين كاد عد عشانين إنه كرجل ما شو كيم هرت وحا كان محيين إلا محل أدلة وكين الدون أي تلمامس إن أصول الفقه هراء أدري هذا فهم سنة أصول الفقه وحو يها إنه كو أسكات محي إلا سنة أدلة دي مركب باب كان كليا كدرينا إن شاء الله سبحانه وتعالى نشأة علم أصول الفقه علم أصول الفقه أمام كيس رأي ما شو كيمد أبي مركب كان لها إنه جروه كو شيء دون أقوه كان الصحابة صحابة وحي أهاية بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام مركب قيري اللهم نحرس جوشي سأل الله ياله إذا استنبطوا أحكاما شرعية مركب لسوا نحبحان أحكام شرعية لتطبيقها سيقول طبقان أحكامتها على وقائع جديدة لعدوين عصب سيقول طبيقيان وحي أهايين يصدرون كوي كسوفلة في استنباطهم نصوص لسوء النحبح قودة نصوص مكي لسوء النحبح يان كوي كسوفلة أهايين عن أصول أصله مستقرة كسوغا في نفوس أنفسهم نصدود كسوغا نصوص تاسو علموها ايكو غالين من نصوص الشريعه شريعه النصوص تيدا اي وروح وحي عديس اي وروحها شريعه الروح هذا سبيريت كيد وحي ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم هي النبي عليه الصلاه والسلام فللكيسه التي عايشوها اي جوجوغا وهاي عايشوها الى سونولاين وشاهدوها جوجوغن وهاي وربا انو كيرادو صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كما كو جوغي اصول فقه شيكدان بلوما باهنا وخا لو خي لو باهدا ان فكرتيد وما باهنت ايات با مرتي سو دغيس رسول كان و جوغا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ماشي كتغي الى صلى الله عليه وسلم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي ربان الا وقائع سبا جس اصول فقه قورنا لو باهنا وخا لو باهن هي عندما تستجد امور ووقائع جديده على الساحه وحسب مركي يمادان هذا مثلا وحيابها ما أنت بنوك توك على تعامل كذا وكل حياب عصبه وهري ذاتي أنا أقول مرة بدون كوس على قفز حضارية جلت ضدك وحبي شو صارين ومرك اللي بده هي مركه إن الهيو أو قف ويقان علم عن أصول الفقه سوء وحنا لنا مركه دواء وهل مركو علينا رسولك عليه الصلاة والسلام مركو رسولك عليه الصلاة والسلام ماش مركو كبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مركه أي أرن عصب أي تماضه وحا اي اوبان ديجين ارنتها قواعد هراي او جرتي او هراي او حسنايين او اي كو اقادين كتابك اي سنده اي وحيابك الى اسليهن كانوا نصوص تمركا كمهو ايمانوه مركا فتاوي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتمد فتاوي اسكا لها اون كريه ما ينهينه وحبي كسالة من برابعين وقداد هذا امثلة نقبت سندونا ان شاء الله وربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند اليه في استنباطه للحكم الفرعي قاركود وحب مسائل قاركود إني عدين أصل كأي أتير سبيل مركة حكم كأي لسو البحيين يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاويذ وكوشي قاركود حتى حلقاء إني إلادان أريندان أنت ومبنان تأي محايل أصل كأسا عدي أريندان مبنان محايل أصل كأسا ديلي إني عدين واكر مركة كقول ابن عمر ابن عمر هذا الكيسو كلا لمن سول فقه ابن عمر لغيس مركة لمن سمعه ينهى عن التمتع بالحج وحو مغلي قف ديلي أو لا تمتع ما سمين كرت حجك حجي عمره انت اسكو درت ما سمين كرت ارنت ايضا اتباع لنهي عمر روح اسغانا مركو ديده مخو راعيا عمر رضي الله عنه نهي يس عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ديده صادرت مركو و ليه انكو ما سمين كرتان كقول ابن عمر لمن سمع ينهى عن التمتع بالحج اتباعا لنهي عمر
مركو محير هذا الكلام حاس كلام ابن عمر وحير يوشك وروح وحاسيجانا يا أن تنزل عليكم حجارة من السماء إن صمد لك حال إنك جسوا هوبي إنك جسوا دكتور أقول لكم حائن الله يا قال رسول الله رسولك إلى هايري وتقولون إن كل واحد الذين قال أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر بين مئة الذين وكان مركز فابن عمر ابن عمر هنا ماشا عددا بالجوب يقول لي إن التمتع جائز قفك إنه حتي عمر اسكت دروا تمتع سماياي ويبنانته وهذا أرجى كان ابن عمر إلي حكم فقهي فرعي وحكم فقهي وفرعي وهو ابن عمر يستند وحوتير سنيا في دفع القول بعدم الجواز إنه كهر تغى رأيك له أرنت مبنان وحوتير سنيا إلى قاعدة قاعدو أصولية أصول لو نسبية ويسرر محا وعداني قاعدة دوا محا وهو أن الدليل دليلك أو من السنة النبوية سنة النبي عليه الصلاة والسلام كهذا مقدم على قول الصحابي إن لقى هرمان قول الصحابي ولو كان قائله هبأ هذا قفك هذا الكايري أحد الشيخين لبدي الشيخ متك ميدا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دليلك ما كماشا سليه وحاد عن من بروح يسكو قبتان عمر بروح يرمى بنانا تمتعي ركبة مركة وحيرة ذين ويسكو قبتان التمتع من بنانا مثل ما بنانا حتكي مركة تكتان تمتع قران إفراش بروح الله مركة ركبة وحيرة ذين مبنانا محال عمر وخطاب بايري ابن عمر يتكو كعدا بيوحيري والرسول عليه الصلاة والسلام بنيان إن الله يحي وإذن كنوحا إليه من عمر بايري مركة مركة وهذا الكأول له محال قلبي إيساي مركة قواعدة مقرنين أصول فقه وحلة مقرنين لكن إن أصول فقه وجري أو مستقرة في أنفسه مركو ليه وحا عدينا حتى قم كودي إيها الدليش قود عدينا مركو ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بايري بايري الله إذن كنوا حليل أبو بكر وعمر بايري مركو حرى وحو قباس قاعدة ده إن هدي ماشى قول نبي ماشى ويا القول صحابي إنانا مركا لميل عسنين إيضا آيات أيتال إنا سنة الوبودين إيضا سنة أيتال قول صحابي إنا لآذين قول صحابي إساقو يال قول تابعينا لآذين تابع وهكذا دوالي تاسو مركا أقيا إنا دلوغ مركا إيكال هرمر سنتو أقيا مركا أصول فيق واقاس بجربه كله وكقول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري إيا هذا لك عمر بن الخطاب أو أبو موسى الأشعري وفي رضي الله عنهما ويري عندما ولاه القضاء مركو مضح وغني ويرني وقالباته عمر بن الخطاب انتي وأها عمر بن الخطاب خليفها وها بوحو أبو موسى الأشعري بو انتو دروا في رقاليباته فلان بقاليكته هذا الكي سبحانه أمرك اعرف الأشباه والأمثال وحد أقوصتها وحد أسكؤك أسؤلك ما وقس الأمور برأي أمورتنا مر حاجة رأيك هو قياس هذا كان حالة قد أبنصانيا فهو تسريح وعدين بالعمل وعمل فل عدين بالقياس إنه عمل فل وهي مسألة أصولية ومسألة أصولية بوحو يدري بوحو يدري نيك الوعى أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري طبعا هدي وقال قال يرمكم محكمة وجوه أما آيات قوه لك رأي حديث مركة إن عذا الله كان لكن مرة حاجرة آيات دي أنا كده حيلي كرم حديث كنا ما كده حيلي كرم لكن أصوشه دي ماشي أيتال مركة عمر بن الخطاب يقول سي قياس قادم بيور أرمها دعا شرك سوى مرتي إمد ما أنت كسوى مرتي اسكو بربر دي وقت الرسول عليه الصلاة والسلام قياس ساس بعد عدي سابوا كل حكمي تنما دام ايتيو اكتهتم بكل حكمين انا سيد مثلا العلماء المركي اللي ينوكله امثلة وين نوع من دونتا دراجس كوا حرام محال لو حرام تنمي دراجس قاد كوا حرام محال لو حرام تنمي محايا الرسول عليه الصلاة والسلام حديث وكيري خمرضة مضح مان كي دوري دا ماشي مركي قاعدة وحتى من اه وحكستو اما حديث كنسك عدين وحكستو مان كي دورية ورسوق قليا وخمره آيات حديث كلها وحكى الصومان دورياي وخمره خمرضنا وحرام ما ساسا لو سدران ديري ما دام خمرضي إيقاتكي إيجادكي العنية ما دام خمرضي إدراجسكي أي سقمتكيين حقا ما دورينتا مركة وحان لنا خمرضي إيقاتكي إيجادكي كل وحال وحي ماشي سوق لي إدراجس كل وحرام كل وحرام مركة عبقى سوق دران ديري مركة قس الأمور اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأي مركة ليه قياس بمركة تمامي مركة واجب أكتو ذوي كد يرتبه ليه وحال ومقع الأصول الفقه كسو قدب وعاد إلى أصول الفقه اللي هم بحنين في عصر التنزيل رسول كالقوب جوك مركة بينك أصول دقي لكن وحال الله بحنا وقت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيال لعدوين فرمضان أو هرئانا أجرين بقى ماشي يمد كلما و زمنك وصوص عضانا باهر ويسي دراني سي تابعين دمرك لسوين كاروا كسيدا وقت كان وكلا حياظ ربضا أهاري اللوهين بازوا بحنا ما نوان بسؤال أهل السويدين محل وسؤال أي كان محي معركتي استجاد الأمور أقبها المركة وصول الفقه اللي هو القليل
وفي عهد التابعين ومن بعدهم نمك التابعين توقت يقول إذا تكدم به كثرت الحاجة إلى الاستنباط باهدي لو قبي إن استنباط للاجي ماذا برثي لكثرة الحوادث محال وحابتي دعدوينك التي نشأت كسو أمامضنتي عن دخول بلاد شاسعة تحت الحكم الإسلامي كتب ودما فربضن فوق بالبلارا صوحوز تحت الحكم الإسلامي وأجلها روحي أبضان وحالي جلقن كعربت عدد دمركة كسها ليس لكن إسلام دمركو باهو فافو ودنة دعلد وكلا قاري أو قاري جاينة أو قاري مالكس أو قاري دوتكو مركو ويب باتين باهو عصوب باتمد لقن هراي أجري والجزير العرب كوكومنا لقنا نهين بعد ميمد يعني واضح لك تهدى مركان أفريكا مركان جوغني مسائل محدودة أيال لسوي دين جيري سؤال أنا ما بجيري منين كتاب أقرسو اسكب بحال أقابي سؤال بولي إلا من مغلي جيري لكن ما أنتم ماشين سؤاله أبدأ أبتين حا كينية محال وحا صبح وقائع فربضان هرأنا اللي أقول مركا وحا كينية إن أصول الفقه مركا وضرور وياي فتخصص في الفتيا جواب تأيي فتوض وحا كمت برتو كتخصصي كثير من التابعين دفع ربضان التابعين تكمل فاحتاجوا وحا أبه ذا المركا إلى أن يسيروا في استنباطهم على قواعد محددة إني كدوا السعودان مركا أي وحا لصوا بحيان قواعد ليقات ومناهج معروفة إي مناهج ليقان وأصول واضحة إي أصول عدعب وكان لبعض في ذلك كلام واضح قاركود هذا العبد أرنك أوكيري في أثناء كلامه في علم الفقه مركع علم الفقه إي كهليا مركع دوحو تاريخ دب نوع لي شيخ جزاه الله خيرا وكهل عصر التابعين وسوق دوحو كهل عصر التابعين عصر الصحابة وكهل هذا عصر التابعين وكهل هذا نوحو الرواء مركع سؤال إيمان يسويه تواجه هاي وحنا سوير مستقرة في أنفسنا نصدق ذي كجرتي لكن محقرن ومال جار فان جار ولا دراسي سان هذا دراسينا ما هين مركز سؤال شو حيت جار مع علم أصول الفقه أنت كلي لسو جردي لسو رفي ولا لسو نحب هي نصوصي مال جار أنت لا ديجوا لي علمي وفن أصول الفقه سيد مصطلح جار لو دراسي تفسير جار لو دراسي نحو جار لو دراسي صرفي وكغيره من العلوم غير ممكن نقول هذا ممكن عدينا غير أن علم أصول علم الأصول لم يتميز عن غيره إلا عندما جمع مسائله الإمام الشافعي رضي الله عنه لكن علم الأصول كمسوع من علوم تكر إلا مركة الإمام الشافعي ومسائل السوسكي مركة فضل قدان بعد عون الله وتوفيقه يونقنا يا الإمام الشافعي مسائل لم تسوى جمعيه كله رضي الله عنه سنة 204 هجرية اللواء بقول أفر وبداية القرن الثالث الهجري وصول فقه المركة قرن الثالث الهجري المركة اللي قارب بلو قيسوه وجمعية في كتاب له سماه الرسالة كتابكم على الرسالة انت صلق كتابكم وقرأي انجليش فرنسيس انت صلق وقرأي وانا كتاب قيم وشيخ يعني لا بلنك الصومات حتى قبال كقرأي ومعقول ما انه ماشي مركة وصول قارسي مساء ايش وصول الفقه وكل يقول انتو صاح الشيء ما الجار مركز سوق كان أفردها للكلام في أصول الاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وفي أجرية له أصول نصوص لو جلسوا أحبها يو قرآن كأي حديث كأي إجماع قياس وتكلم وفي كهل الإمام الشافعي في الناسخ والمنسوخ آيات وإحنا نسخ نسخ وإحنا نسخ مثل نسخ والخاص والعام كان جار كأدعي كان سيد الجود أدعي وما يكون حجة من الأحاديث وما لا يكون أحاديث حجة نقول كرت إمدا نقول كرت فجمع في رسالتي رسالة سوقي أشتات هذا العلم علمي ينوحي سكرة تكسن أو لم أو مما كان العلماء يتداولونه قبله علماء إسرائيل كهر ريسي أي سلان حمري الجرين ونحذو ذا أول الجرين علوم تال مركة شتات هبل ومسألوه يقان هبل هذا ابن عمر وكان لوحان كفى إيدي سنة السنة مقدمة ماذا على قول السحابي وحان كفى إيدي سنة عمر بن الخطاب وكان القياس وحي يودن بأ الإمام الشافعي أنت أسكو كان مال لقي وانا الرسالة كله بها انه فروت فول نقول اي رسالة جلسة مانا بحث علمي كسر مركة لسمانا مسائل وحيالا كلا داسنا كلا قمنا ان اسكوها كاك سنين مركة سوى ذا جرددين او مال اسوى ذا ليتي وحمد اوفا ايدين وانا وحوش اعمام شافع بالله واثبته في رسالته مركة سوى لما انتضح كسو جي رسالة ضعير وكتاب يرو بعد ان نقده نقد المصير مركة او كلا سار ساري قفك وحركو كلا بالحق من الباطل نقدي وحا لو مغعابا قفك صرافك مركو وكلا سار سار وحي حن وحي انو كلا سار نقدي وكا مركو امام الشافعي كريتيكو سمي او كلا بارباره او ميزامي
نقد البصير بالحق منه من الباطل وقفك حق أركي إبادلك سؤكرا فارق الأكرا فارق. وأثبت في رسالته وحكرا قصه انت كليل كما قابسن وأقابوا ضد بالله الشيخ سوما ركتب مناقشته لأرباب الاتجاهات المختلفة إنه ضد ولفره ولقله رق بمعنى واتجاهات كلا مختلفة أرندها مركة كدوان. يعني مثلا كتاب كسوة مرئيسه مطبوع عن القاهرة والتلوغود الدبعية ومكتبة العيسى الحلفاص والشيخ وكبر أرجيني كتب كلا إيضا لو كتبنا على الله ضعب عواني مهم قف إنه دول إستاغ اللغة فلغوين كلا دون بيكو قرنتها. فضبض هذا العلم علمك كم بوسوة إمام الشافعي وصنع له وحو هيكلا قلفاف بو أسميه حدا فيه وكضيذي من بعده ذاتك إسايا كدن بحذوه ودنس أكرعا قلفاف وين أو جمجوم وين أو قفك السوي ماذا ومال أمكال قلبه أسميه. لكن قلفاف تأساسي علمك أن إسكالتون كوين علمك أن أسول لحق قلبه إسايا أسميه مركا نينك السوي مد ومحوم ببوحياء كليا ومال فوضاري مال يال أو مانتنا نحشف مكا لو قرأي. فكثرت المؤلفات الأصولية بعده مرك أصول مؤلفات أصولية ولن إسايا قلاشي ويبضت مرك. وحرر أئمة الأصولين مسائلة أئمة الأصولين تنا وحيادي التحرير أوصى ميون أكل سار سارين أكل عدين مسائشي سي ونما علم الأصول علم الأصول كنا وأزيادة وأصبح الاتهاد والاستنباط من الأدلة ميسرة اتهاد كي إكل سوى نح بحي أدلة لك سوى نح بحي نوح سهلا بين نقطه لأن الأحكام أصبحت محصورة من حال الأحكام تنفادين يمت كوران بين نقطه والأدلة كذلك أصبحت محصورة معلومة أدلة نصاص وكروح أنه قد تمت كوبر ولا يقان وطرق الاستنباط أصبحت واضحة منضبطة حركة نصوص الله صلى الله عليه وسلم قد تمت عضو كوبر وأمكن معرفة الاجتهاد الزائف وحسورته مرك إلا أقوان صدر اجتهاد كبانتأ وتمييزه من الاجتهاد الصحيح كسوعتان كيسو كان صحيح على قصوعه لأن الزائف لكن بانتأ وفورجريا اعتمد على أدلة زائفة وحدل وعسكري أدلة مركة عسكاء زائفة وحرق بدين قد درس العلماء زيفها علماء مركة أي دراسيين بين تيدا وحددوا مركة وحي حددين مواضع الزلل فيها ما لها سبر حشد أي كتمت أو استخدمت فيه أو استخدمت فيه دلالات انت هو البنان دلالات زائفة غير مستقيمة أدلوين بانة وأنا سبنين إلا أدكسر أو قام باستنباطه أمضى كالسؤال دح بإيساي وكقمي شخص روح روحاس غير مؤهل أنا أقل من فانحرف مركا وواعذي فهمه فهم كيس عن الطريق وضغي السوي أي توسنيت انت لو عدى ينوي. فرحم الله الإمام الشافعي رحمة واسعة الله أن حريص الإمام الشافعي رحمة آدياد وبلارا وأسكنه فسيح جناته الله ندجي جنته سواسعة تنبيه برار جنب لا إنت مرق كله برار جنته أدب أبلا تمرض وسوع العليا لت شاق موحوك برار جنب ما دام طالب علم آتا كتاب كان تعليم لو طالب جلي باب الله مرق وكبحه مراجع بكسينا ريفرنسس ففاهم أبها أنتها إنا سيوا ناكسن وقب وقتت أنقب كلية كتابك أي كتابك للتوسع ساد وقفه قاتت في مبحث نشأة علم أصول الفقه عتك لحريرة باللوغة إيو ماشى تاريخ ذا علم أصول الفقه أصامر يراجع وحال الله أبتا مقدمة ابن خلدون وحال مراجعي كتابك مراجعي راجع وماشى لقنده لا. ففي أواخرها مقدمة ابن خلدون آخر كذا وحال كيان فصل مهم باب أدئد مهم وفصل مهمة أو كقال لي عن تاريخ علم أصول الفقه وتطوره ومدارسه والكتب الرئيسية المؤلفة فيها فيه وكجهل ليه تاريخ العلم الفقه أوليها ما لها إيه وتطور كوصام إيه مدارس تيس كتب تيس رئيسية يروح لمدة أدبن وأنا كنت حسابا ضم أنت على شكو إيمان مقدمة المدام ماش إن أنت قف بأنها تقص لفت على الأقل فكرة وكقاطه مع هذا الإصبراء البحث العلمي على الأقل إن الكتاب كل وش يقول نقطة تداد هي اللي كرتيد لا بكو تبغى كم إذا هذه قف أناك أنا ويرى الله كتب شيء قف نو يرى المدرسة الفلانية جسة قف نو يرى الكتاب الفلاني بجرة وحوجا يرى أنت عندك سجل بالله فاش منسك وراء سويدين أدي مركو أنا سنة له بح على الأقل ملكة حبرنا يساحبك وحلاب بار حكم تعلم علم أصول الفقه أنت مركز سوف هم كذب حكم كيس محويه
dad keenan meesha fadhiya maanta ma ku waajiba inaan barano inaan baran ma waajiban wata waa kan marka tacallumu cilmi usuuli lfiqhi barashada cilmi usuuli lfiqhi la baranayo ka aglabi lculuumi saxiixati naafica sida culuumta kale ee saxiixaha say u badan yihiin naafica alsharciya wagayri sharciya ee tan sharciga midaa sharci ahaynba waajibun cala lkifaaya waa waajib kifaa'i ah oo ah haddii dad yaqaan le naga helo fankii aad iyo aad usugi kara inta kale marka waajib kuma aha oo bimacna cayni maaha sida salaada siday waxay ku burtay wixii kaleba ayay ku burin ee cayni ay kugu tahay cilmigan marka waa cilmi aaliya marka dadko dhan inay yaqaanaan waajib kumawada aho laakiin waa kifaa'iyo ilaa hadday waajib ahaan lahayd waxaa dhici lahayd haddii aan qofkan baran bay inuu la yihaahdo ahlunaar way qofkaas oo ciqaabu galaya laakiin waajib mahan baa leeyahy وإنما كان تعلم أصول الفقه واجبا لأنه وإنما كان تعلم أصول الفقه واجبا لأنه لا يتأتى فهم نصوص الشرع لأجل العمل بها واستنباط الأحكام للوقاع إلا به محايلة علم أصول الفقه واجب وها واجب كفائي ونقضوي محايلة لا يتأتى ما ay suurtoobayso fahmo nusuusi sharci in la fahmo nusuusta sharciga ah liajli alcamali biha si loogu camal falo waistinbaati alaxkaami lilwaqaaci i lala soo dhex baxo axkaamtii oo lagu duldejiyo dhacdo walbaba ilaa bihi ina isaga la yaqaan mooyaane wax kastaa kaaga xin waa furihi inaad tiraahid naska kan waa sida arrintan arrintaan ay u dhiganta tantan baa looga qiyaas qaadana ma suurtoobayso ilaa inaad taqaanin mooyaane id low turika hadii id cilla awey me id low turika hadii laga tago tacallumuhu cilmiga barashadiisa hadii laga tago latakhabata annaasu fii fahmi alkitaabi waasunna dadku waxaa ay iska takhabud baa ku dhici lahaa yani gabgab baa ku dhici lahayd si ay u fahmaan alkitaab waasunna qof wad meelbuu iska garaaci lahaa wey sida takhabdigan waa qofka matalan junuunka qaboo kale caadi aan ahayn maro meel garaaco alkubista oo isaga dhan fish ah ayaa waxa lagu takhabud sameeya marka khabdi baa dhici lahaa waana sida hadda jirto oo kale wax kastaba in nin waba meel uu u jiito waxaa keenaya usuushii baa maqan ee wax lagu duldhisi lahaa aslanba latakhabata annaasu fi fahmi alkitaab waasunna wa kaana cilmuhum bihima cala gayri hudaa waxaynu noqon lahaa cilmiga ay uleeyihiin kitaab waasunna midaanan wada saxa ku taagnin camiluu bihi cala khilaafi alwajhi asaxiixi almadluub waxaaba laga yaaba inay ugu camal falaan hab khilaafsan weji habkii saxiixa ah marka laysaga doonayo shay waajiba inaad sunno ka dhigtid shay sunna inaad waajib ka dhigtid wey wa inamaa lam yakun waajiba cayniyan marka hadda wuxuu ku cadeeyey waajib kifaa'i muxuu u noqday waa sidaa waajib cayni muxuu u noqon waayo marka cayni qof kasta maxaa sidiisa daatidiisa looga dooni waayo wa inamaa lam yakun waajiba cayniyan muxuu u noqon waayo liannahu maxaa yeelay laysa kullu fardin min almuslimiina bixaajati ilayh qof kasta muslimiinta uma baahna bal yaxtaaju ilayhi waxaa u baahan ululcilmi dadka cilmiga u saaxibka cilmiga culimada iyo ardada cilmiga baranaysa iyo ulfiqi dadka fiqiga u saaxibka u baahan waladiina nasabuu anfusahum lilfatwa ama kuwa isu taagay inay fatwoodaan aw nusibuu amaba loo taagay lilqadaa'i walxukmi bayna annaasi dadka inay kala xukmiyaan oo kala oo qaali inuu qofka u noqdo xasba shariicati illah isagoo shariicada ilahay ku xukminayo nin kastoo muftiin cilmigan uu u baahan yahay waana looga baahay waa caynigu ku yahay qaali walba ee maxkamad fadhiisan in caynigu ku yahay fa idaa qaama bihi man yakfii haddii arrinkaa uu ku qumo oo uu guto qof markaa ku filan fa ina saa'ira annaasi dadka intooda soo haray yumkinuhum listignaau can diraasatihi waxaa u suurtoobaysa inay ka deeqtoomaan inay bartaan waman tacallamahu miman lam yajib calayhi fahuwa fii xaqi waman tacallamahu ruuxii barta oo miman duul ka mido lam yajib calayhi aanu ku waajibin fahuwa fii xaqihi ruuxa isaga xaqii wuxuu ku yahay mustaxabun arrin wanaagsan wa xasanun waana arrin aad iyo aad wanaagsan yuthaabu calayhi waa laga abaalmarinaya in xasuna niyatuhu fii hadday niyadiis ku wanaagsanaato qofka aan waajib ku ahayn lakin haddaa intaa baratid niyadaadu ay tahay baldiinkan ilahay uu khidmee maalin un wax kaaga soo dhaco wax kastoo meesha inta saacadaa fadhin ajirkeeda ilahay subxaana wa tacaala uu qorayaa ilahayna ha naga aqbalo wa ilaahuna wa billahi towfiiq